الإدارة الفني للفريقين في مباراة ذات قيمة، مباراة ذات مستوى عالي مع قيمة اللاعبين وقيمة الأسماء وقيمة المحترفين الشهير في صفوف المنتخب التونسي وكذلك المنتخب المغربي. قلنا بالطبع اختيار التشكيلة من جانب المنتخب الوطني التونسي قريبة برشا من التشكيلة اللي لعب ضد المنتخب المصري والمنتخب المغربي مع المدرب إيرفي رينار، سيسعى أكيد لتأكيد الانتصار الأخير الأول منذ 37 سنة على المنتخب الكاميروني 2-0 من ثنائية لحكيم زياش. أكيد الإجراءات البروتوكولية والاستماع بعد قليل النشيد الوطني المغربي والنشيد الوطني التونسي. وبين نسور قرطاج وأسود الأطلس أكيد أجواء كبيرة برشا، ونستمع للنشيدين الرسميين بالنسبة للمنتخب المغربي والمنتخب التونسي. مشاهدينا الكرام، لحظات وينطلق اللقاء، وأكيد مناسبة لاستعراض بعد لحظات تشكيلة الفريقين، وأكيد ستكون البداية بتشكيلة المنتخب المغربي، تشكيلة المدرب إيرفي رونار الفرنسي. أمامكم منير الخجوي في حراسة المرمى، المهدي بن عطية، نبيل ذرار، وليد الحجام، ايضا مبارك بوصوفة، فيصل فجر، يوسف ايد بن ناصر، عبد الاله حفيدي، غانم سايس، يوسف النصيري، وسفيان بوفال. هذه التشكيله الرسميه وابرز اللاعبين كما اشرف الحكيمي ونصير المزراوي وامين حريد على بنك الاحتياط، وكذلك خالد بوطيب ووليد ازارو وكريم الاحمدي والحارس الاحتياطي الدقناوتي. بالنسبه لتشكيله المنتخب الوطني التونسي معك. المنتخب الوطني التونسي اليوم بفاروق بن مصطفى في المرمى مع حمدي النجاز، وسام الحداد، سيام بن يوسف، ياسين مرياح، فرجاني ساسي، الياس الصخيري، سيف الدين الخاوي، ايمن بن محمد، نعيم سليتي، ووهبي الخزري على الاحتياط، نلقى معز بن شريفيه وايمن دحمان زوز حراس، معهم رامي البدوي، فخر الدين بن يوسف، فراس جواد، وليد القروي، حمزه المثلوثي، بلال السعيداني، بسام اسرار، في جسر الخميري، سليمان كشك، محمد دراجر، وعلي العابدي، ثنائي التدريب ماهر الكنزاري ومراد العقبي.
طاقم تحكيم المباراة أمامكم على الصورة من مصر، الحكم الرئيسي نور الدين إبراهيم، المساعد الأول طه أحمد حسام، المساعد الثاني محمود أبو الرجال، والحكم الرابع من تونس سليم بلخواس. هذه كل الأمور اللي تهم مباراة المنتخب التونسي والمغربي، مباراة ودية في ملعب رادس لحظات، وتنطلق أمامكم على الصورة مقعد بدلاء المنتخب المغربي اللي يحضر اليوم الرادس بذكريات عبد الرحمن كيف ما قلنا ماهيش جيدة للمنتخب المغربي في ملعب رادس إلى حد الآن، ولا انتصار لمنتخب المغرب في رادس بالذات. نتذكروا نهائي والفينال 2004 والفوز للمنتخب الوطني التونسي 2-1 باللقب القاري، أيضا بعد نتذكروا المباراة الشهيرة و2-2 هنا في ملعب رادس، هدف اللي وقتها أهل المنتخب الوطني التونسي لمونديال 2006. يعني الأمور الكل إن شاء الله تكون لصالح المنتخب الوطني التونسي. صحيح مباراة ودية، جمهور اليوم ما فماش العدد الكافي، ولكن نقولوا للناس اللي قريبة هنا من ملعب رادس، فتح أبواب ملعب رادس مجانا لكل الجماهير القريبة تنجم تجي وتشجع المنتخب الوطني التونسي، والحضور والتشجيع 90 دقيقة مباراة كبيرة، مباراة ممتازة بين تونس والمغرب. صحيح، وتذكير اللي قلناه منذ قليل انه مبارك بوصوفة لاسباب صحيه معناها ما لعبش في اخر لحظه، والمعوض هو لاعب متوسط الميدان نور الدين المرابط المحترف في النصر السعودي. ونذكر كذلك انه الاطفال اللي كانوا مع لاعبي المنتخبين هما تابعين لجمعيه كافل لليتيم، ربي معهم، وحركه كبيره من مسؤولي الجامعه التونسيه لكره القدم باش يكونوا هؤلاء الاطفال اليوم والصوره التذكاريه مع لاعبي المنتخب التونسي ونجوم كذلك في المنتخب التونسي وكذلك في المنتخب المغربي. قلنا انه المغرب العربي بامتياز في الكأن المقبل، المنتخب الوطني التونسي، المنتخب المغربي، المنتخب الجزائري وكذلك المنتخب الموريتاني الشهير، تأهل بعد الفوز على المنتخب البوتسواني 2-1. وإسماعيل دياكيتي المحترف في نادي اتحاد تطاوين سبق له باش احترف كذلك في نادي حمام الأنف والمستقبل الرياضي بالمرسى، كان سجل الهدف الثاني لصالح المنتخب الموريتاني. قلت وجه من الرابطة المحترفة الأولى، سجل كذلك في كان كما كان يوسف البليلي مع المنتخب الجزائري، والفوز العريض والتأهل مباشرة بداية المباراة، والمخالفة الأولى لتشكيلة المدرب الفرنسي إغفي غناغ. ديما تبقى مقابلات مشوقة، مباريات ممتعة، والبداية بالتصويبة من سفيان بوفال، كانت عنده دردشة قبل المباراة سفيان بوفال مع نعيم السليتي مع أسامة الحدادي، احترف سابقا في ليل الفرنسي وحاليا متواجد مع سيلتا فيغو في البطولة الإسبانية لكرة القدم، وأيضا الموسم الفارط مع فريق ساوثامبتون في البريمير ليج، معنى قيمة الأسماء كذلك في المنتخب المغربي وأهمية اللي يمنحها لهذا اللقاء الدولي الودي أيام قليلة بعد الفوز التاريخي والتأهل الكان أمام منتخب الكامرون. وعلاش تأهل مباشرة قبل الجولة الأخيرة؟ منتخب الملاوي كان انهزم أمام منتخب الكومور 2-1، معناها قبل الجولة الأخيرة. إلى حد الآن شهير 13 منتخب أفريقي ضمن التأهل للكان المقبلة بين 15 جوان و 13 جويلية 2019، بتابع في انتظار تأكيد احتضان الكامرون ولا لا لهذه المسابقة الإفريقية الهامة اللي باش تكون في شهر جوان المقبل. تغييرات كذلك على مستوى الأظهرة في المنتخب المغربي، وليد الحجام ونبيل ذرار الثنائي من الجهة اليمنى والجهة اليسرى، والمحور المتكون من روما سايس ومهدي بن عطية. الكرة مباشرة إلى وليد الحجام الظهير الأيسر، ثم سفيان بوفال، والتدخل من دفاع المنتخب الوطني التونسي والمخالفة في مناطق المنتخب التونسي والتوغلات والمحاولات من وليد الحجام الظهير الأيسر للمنتخب المغربي، شوفوه في وضعية هجومية في مناطق المنتخب التونسي. وآخر المواجهات بين المنتخب المغربي والمنتخب التونسي كانت ودية مارس 2017، فوز المغرب 1-0 في المغرب بالذات، وقت نذكر هدف حمزة يونس ضد مرمى. إن شاء الله اليوم عودة كل المنتخب الوطني التونسي بالانتصارات في ملعب رادس أمام جماهيره، كيف ما قلنا الجمهور ينجم يتواجد في ملعب رادس وينجم يجي لملعب رادس الدخول المجاني للمباراة والكرة في وسط الميدان وهبي الخاص.
الخزري، عاه بالخزري، يمشي الخزري عدي الكرة، ما تخلطش للنجاز موجودة على الكرة، وليد الحجام مدافع أميون الفرنسي لكن ترجع الكرة، عاه بالخزري ما يتعداش الخزري، كرة لرومان سايس، يلعب الكرة رومان سايس يمشي فرجاني ساسي ما ياخوهاش، كرة للمنتخب الوطني التونسي ممتازة العودة من الياس الصخيري يرجع الكرة لأيمن بن محمد، أيمن بن محمد يبدل الكرة للجهة اليسرى للمنتخب الوطني التونسي، ياسين مرياح مدافع أولمبياكوس اليوناني يرجع بالكرة لسيام بن يوسف، سيام يلعب الكرة مع حمدي النجاز في الجهة اليمنى، العودة مرة أخرى لمدافع المنتخب الوطني التونسي سيام بن يوسف إلى ياسين مرياح، مرياح والكرات القصيرة بين لاعبي المنتخب الوطني التونسي أسامة الحدادي، حدادي العودة مرة أخرى في اتجاه ياسين مرياح باش يلعب كرة يلوج على الجهة اليمنى والجهة اليسرى في الأخير يلعب مع وسط الميدان أيمن بن محمد طويلة كرة أيمن بن محمد لنعيم السليتي يدخل السليتي يمشي نعيم السليتي كرة للمنتخب الوطني التونسي الدفع والحكم يقول ضربة 6 أمتار تعود الكرة للمنتخب المغربي أول الفرص للمنتخب التونسي هذا أمامكم على الصورة نعيم السليتي كانت كرة وثنائية بينه وبين نبيل ديرار لعب في نربخش التركي هنا الكرة والإعادة ولا تدخل الحكم المصري نور الدين إبراهيم يقول ضربة 6 أمتار مرة أخرى الإعادة من كل الزوايا المنتخب الوطني التونسي بكرة أولى سحب الثنائية في شباك المنتخب المصري نعيم السليتي إن شاء الله اليوم يكون هدف إن شاء الله الكرة تمشي كيف ما يجب بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي كرة تعود في وسط الميدان المنتخب المغربي مقطوع على الكرة من فرجاني ساسي يخرج الكرة ترجع حمدي نجاز أيمن بن محمد بن محمد يخرج الكرة وين موجود الحدادي أسامة الحدادي في اتجاه وهبي الخزري مرفوع على الراية وجود تسلل على مهاجم المنتخب الوطني التونسي بداية ممتازة عبد الرحمن إلى حد الآن فما فرصة أولى ثم توغل أيضا من وهبي الخزري أمامنا على الصورة هذا ما يوحي أن المنتخب الوطني التونسي اليوم إن شاء الله يقدم مباراة كبيرة مش موجودة التسلل غير موجودة التسلل الله يسامحه المساعد الأول طه أحمد حسام زوز فرص خلينا نقول عبد الرحمن في انتظار كرة في الشبكة صحيح تغيير المراكز التوزيعات في العمق وين موجود وهبي الخزري اللي منذ نوفمبر 2017 أصبح يحذق التواجد كقلب هجوم وحاليا حتى مع سانتيتيان نفس التمركز والتألق بستة أهداف من جديد المنتخب التونسي يختار الأروقة والكرة هذه المرة بعيدة على حمدي النجاز اللي يرجع للتشكيلة الأساسية والمتابعة من جانب روما سايس اللي كان حاضر مع المنتخب المغربي في نهاية كأس العالم والمحور مع مهدي بن عطية والجهة اليمنى لدفاع المنتخب المغربي فيها نبيل ديرار المنتخب التونسي حاليا يتحكم في الكرة بتمريرات دقيقة وأيمن بن محمد المرور عبر الجهة اليسرى وين موجود الظهير أسامة الحدادي ظهير أيسر لفريق ديجان ثم فرجاني ساسي والأسبقية لسفيان بوفال والاندفاع من أيمن بن محمد ثم سيف الدين الخاوي وهبي الخزري والتدخل كان حاسم من القائد مهدي بن عطية وترجع الكرة للمنتخب التونسي نعيم سليتي حاول التصويب ومباشرة التدخل من دفاع المنتخب التونسي زوز منتخبات دخلوا في المباراة عندها صبغة ودية لكن واضح الجدية من خلال التعامل مع المباراة منذ البداية من لاعبي المنتخبين والمنتخب التونسي في بعض المحاولات عبر التوزيعات لنعيم السليتي أو وهبي الخزري والتركيز على أسامة الحدادي من الجهة اليسرى والاندفاع والإسراء لأيمن بن محمد في وسط الميدان أمام فيصل فجر رقم 11 واللاعب اللي خذا مكانه في آخر لحظة نور الدين المرابط من جديد إعادة لنفس المنهج التكتيكي التوزيع الأخيرة لكن بعيدة على حمدي النجاز والتماس للظهير الأيسر للمنتخب المغربي ما كانش أساسي في مباراة الكامرون يوم الجمعة وليد الحجام كرة من جديد عكسية لصالح المنتخب التونسي فرجاني ساسي مباشرة وهبي الخزري والأسبقية للمنتخب المغربي بالتحديد من يوسف أيت بن ناصر متوسط الميدان الدفاعي لفريق موناكو من جديد استرجاع الكرة للمنتخب التونسي رامون سايس قبل ما توصل لسيف الدين الخاوي نبيل زرار لكن نعيم سليتي كان أسبق التمهيد لأسامة الحدادي وإبعاد الكرة من المدافع المحوري سايس المنتخب التونسي رويدا هو يسيطر في منطقة قريبة
من منطقة جزاء المنتخب المغربي، وهبي الخزري، سيف الدين الخاوي، مهدي بن عطية، ترجع الكرة لسيام بن يوسف في المحور مع ياسين مريح، أيمن بن محمد، من جديد ياسين مريح المنتمي لأولمبياكوس، العودة من الباب الكبير للفرجاني ساسي، فرجاني ساسي، سيف الدين الخاوي، ثم الحلول لسيف الدين الخاوي خاصة من الجهة المقابلة، لكن الكرة ما توصلش إلى نعيم السليتي. من جديد الضغط على حمل كرة ممتاز من أيمن بن محمد، أيمن بن محمد، سيف الدين الخاوي، والمباشرة للحارس محمد منير المحمدي المعروف بالخجوي. إذن كرة أخيرة لصالح المنتخب التونسي، لكن المنتخب التونسي عازم أكثر منذ البداية على الوصول لمناطق المنتخب المغربي. 10 دقائق لعب بالضبط في المباراة في شوطها الأول، منتخبنا إلى حد الآن ضاغط على المنتخب المغربي. نذكر مباراة ودية للزوز منتخبات بعد ضمان التأهل للكان القادمة، كان 2019 كورة بالنسبة للمنتخب المغربي لرومان سايس لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي. تعود لحارس المرمى منير المحمدي من ملقا الإسباني إلى المنتخب المغربي حاليا. كرة دائما للمنتخب المغربي اللي يحاول يجبد ملاعبيه المنتخب الوطني التونسي اكثر. الكرات القصيره من دفاع الفريق الى وسط الميدان والبحث عن توزيعات ايضا في العمق. كرة ترجع دائما للمنتخب المغربي في الرواق الايمن، وين كي حدادي، الحدادي يلزم يضغط كرة في وسط المناطق الجزاء للمنتخب المغربي. التوزيعه ولا قبل هذا الانتظار، عوده دفاع منتخبنا الوطني، يمشي يضغط ايمن بن محمد معاه ايضا الحدادي، والمخالفه لأسامة الحدادي بعد لقطة أخيرة وبعد البحث عن التوزيع من نوردين مرابط. لعب النصر السعودي أمامكم على الصورة، يمشي وضربة المخالفة لأسامة الحدادي بين الحدادي وبن محمد، تفاهم كبير إلى حد الآن في مباراة اليوم، والضغط على لاعب المنتخب المغربي خليه يرتكب المخالفة. أمامكم على الصورة أسامة الحدادي لاعب ديجون الفرنسي، وهذا ريفيرنار مدرب المنتخب المغربي. عديد المحطات اللي تعدى بها مدرب المنتخب المغربي، اخرها قبل المنتخب المغربي ليل ايضا الكوت ديفوار، سوشو، زامبيا، اتحاد العاصمه الجزائري، انغولا وزامبيا، هذه ابرز المحطات اللي دربها الفرنسي. ترجع الكره في محور دفاع منتخب المغرب في اتجاه فيصل فجر، فيصل فجر بدل الكره كليا ما يخلطش عليها، وليد الحجامه ظهير الايسر، وكره تمشي بتماس للمنتخب الوطني التونسي. حمد الله نجاز على الصوره، مراد العقبه وتوصياته المتواصله صحبه ماهر الكنزاري. الكره في دفاع المنتخب الوطني التونسي، سيام بن يوسف، العوده لفاروق بن مصطفى. فاروق بن مصطفى كيف ما جات الكره خف الاضرار لفاروق بن مصطفى، كره ترجع مغربيه في محور الدفاع، العوده لحارس المرمى منير المحمدي، يمشي يضغط السليتي، يمشي السليتي يضغط على الكره، يرفع كره عاليه، موجود برج المراقبه حمد الله النجاز، يمشي الخزري ما يخوش الكره، ترجع مغربيه لوليد الحجام، يلعب الكره مع رومان سايس، تويلا كرة رومان موجودة على الكرة، ممتاز ياسين مرياح، ولكن في الأخير ضربة المخالفة، مخالفة بإشارة من إبراهيم نوردين. تعود الكرة المنتخب المغربي، يمشي على الكرة وهبي الخزري خليها، كرة تتنفذ بسرعة من فيصل فجري بدل كليا لنبيل درار، يرفع كرة نبيل درار كالعادة، الشغل على الرواق الأيمن، ولكن التماس يعود من عبد الإله الحفيدي لاعب الرجاء البيضاوي المغربي. كرة تعود للمنتخب التونسي، التماس على الصورة أمامكم أسامة الحدادي. 12 دقيقة لعب في المباراة إلى حد الآن، النتيجة ما زالت متعادلة 0-0. عبد الرحمن ننتظر الهدف الأول اللي إن شاء الله يكون للنجمة والهلال للمنتخب الوطني التونسي. قبل هذا كرة للمنتخب المغربي، التصويب فوق المرمى، فوق المرمى، وأول الفرص تقريبا للمنتخب المغربي. صحيح، أول كرة في الأكس في محور دفاع المنتخب الوطني التونسي، وكرة كانت مباغتة، كانت كرة خطيرة من لاعب محترف في البطولة الإسبانية يوسف النصيري، واللي سبق له بسجل في كأس العالم على المنتخب المغربي ضد المنتخب الإسباني، محترف حاليا في لوغانيس في البطولة الإسبانية لكرة القدم، وقلت سجل في كأس العالم وقت تعادل المنتخب المغربي مع المنتخب الإسباني 2-2 التوزيعة.
الفرجاني ساسي الى حمدي النجاز. حمدي النجاز في الترويض والمتابعه من وليد الحجام وايضا سفيان بوفال في التغطيه على الظهير الايسر للمنتخب المغربي. ومن جديد الكره ترجع للمنتخب التونسي عبر سيم بن يوسف ثم الياس السخيري. اول فرصه من جانب المنتخب المغربي، كره في العمق الى يوسف النصيري، استرجاع الكره من المرابط ثم فيصل فجر يلعب في كوم مع سيف الدين الخاوي. من جديد خطيره لعب النصيري، معناها يربح كرات في الرواق وفي عمق دفاع المنتخب الوطني التونسي، لكن هذه المره التدخل من الحارس فاروق بن مصطفى. يوسف النصيري اللي كان احتياطي في مباراه الجمعه الماضي، وكان بوطالب اللي موجود على بنك الاحتياط هو اللي اساسي كان هداف مع المنتخب المغربي في تصفيه كاس العالم 2018. اختيار واختبار جدي للمنتخب الوطني التونسي اليوم امام المنتخب المغربي اللي جاء تونس بزوز غيابات بارزه، بالهند المحترف في جالاتا سراي التركي وحكيم زياش لاعب اياكس امستردام، عبد الاله حفيدي المخالفه لصالح متوسط الميدان الهجومي للرجاء البيضاوي. عبد الاله حفيدي لاعب فقط في التشكيله، موجود في البطوله المحليه. فيصل فجر ينفذ المخالفه، يوسف ايت بن ناصر مباشره، المهدي بن عطيه لاعب اودينيزي روما البايرن واليوفي، معناها الاسماء اللي احترف تاكيد لقيمه هذا اللاعب اللي يلعب مع كيليني وبونوتشي في محور دفاع اليوفي ومش عاده اساسي مع تواجد كذلك بارزاغلي، معناها مش سهل التواجد في فريق كيما اليوفي واحرز لقب البطوله مع اليوفي ومع البايرن وتالق مع روما. نعيم السليتي للمنتخب التونسي اللي يلعب برشا على الجهه اليسرى، كرة ما توصلش إلى الحدادي ثم المخالفة لصالح المنتخب الوطني التونسي من متوسط الميدان. نور الدين المرابط على القائد وهبي الخزري، شوفوا متوسط الميدان اللي عنده نفس الصبغة الدفاعية المرابط مع فيصل فجر وكذلك يوسف ايت بن ناصر لاعب فريق موناكو، كل لاعبين في اوروبا باستثناء متوسط الميدان الهجومي عبد الاله حفيدي من الجانب المغربي. قلت غياب في اخر لحظه لاحد ابرز اللاعبين في تاريخ الكره المغربيه مبارك بوصوفه، حاليا بدون نادي، لكن ايرفي رونار اللي كان بطل افريقيا مع المنتخب الزامبي والمنتخب الايفواري دائما يوجه دعوه لمبارك بوصوفه، حاليا بدون فريق ودائما يكون مع المنتخب المغربي. اختيارات المدرب الفرنسي، ترجع الكره لحارس المنتخب المغربي منير الخجوي مباشره الى روما سيس ثم وليد الحجام. من جديد استرجاع الكره بنجاح من جانب المنتخب التونسي. فرجاني سيسي، فرجاني سيسي ثم الحلول، الكره في العمق لوابي الخزري والتدخل من رومان سيس في اخر لحظه. قلت المدافع المحوري للمنتخب المغربي الى جانب مهدي بن عطيه، يرجع للجهه اليمنى هذه المره وهبي الخزري والاسبقيه في الاستحواذ على الكره، وبسهوله المنتخب التونسي في بعض المحاولات يوصل لمنطقة المنتخب المغربي في انتظار التسييم لما لا عبر الكرات الثابته. والكره بضربه ركنيه للمنتخب الوطني التونسي، 17 دقيقه لعب في المباراه، كره ولا تنفيذ من سيف اللخاوي، سيف اللخاوي موجود الحارس منير المحمدي في المرمى، كره والتوزيع بالراس ترجع من دفاع المنتخب المغربي، رجعت الكره من رومان سيس، وان شاء الله المنتخب الوطني التونسي ما يسيسش برشا دفاع المنتخب المغربي اليوم، ترجع كره ما زالت تونسيه البحث عن التوزيع ولا التماس، التماس لنسور قرطاج في مواجهه اليوم وسود الاطلس، مباراه وديه تحمل من الارقام عدد 45، صحيح الافضليه في المواجهات للمنتخب المغربي، لكن افضل المواجهات وافضل النتائج كانت التونسيه، ترجع الكره حاليا في الرواق الايسر لهجوم المنتخب الوطني التونسي وكالعاده اسامه الحدادي في لعب التماس، حدادي مازال محافظ على الكره يلعب بسرعه المنتخب الوطني التونسي، نعيم الاسليتي ابعد يا حكم، ترجع الكره للنجاز في الجهه اليمنى، نجاز يوزع الكره في منطقه الجزاء، موجوده للدفاع المغربي،
موجود الدفاع المغربي، هذه كره معاكسه للمنتخب المغربي وعكس الهجمه. ناردين مرابط، ناردين مرابط عنده الكره يوزع، موجود في الاستقبال يوسف الناصيري، يوسف الناصيري وتدخل من سيام بن يوسف، الكره ترجع تونسيه والهجمه لنصور قرطاج ايمن بن محمد، يمشي خارج الكره للخاوي، يخرج الحارس، يخرج منير المحمدي، يحط الكره في التماس، يحط الكره في التماس امامكم على الصوره. ايمن بن محمد لاعب الترجي في لقطه اخيره كانت التمريره ممتازه، هذه الاعاده مره اخرى، شوف الكره في وسط الميدان، خرج كره في اتجاه سيف الخاوي ولكن اسبق منه موجود الحارس المغربي. ترجع كره بسرعه في وسط ميدان المنتخب الوطني التونسي، كانت من الياس الصغيري، العوده لياسين مرياح، ياسين مرياح للفرجاني ساسي، فرجاني لجنب سيام بن يوسف يعطيها الكره، بن يوسف مرياح لا يرجع الكره للفرجاني ياساسي، يمشي فرجاني باش يخرج كره اكيد في اتجاه نعيم السليتي، لكن اسبق منه موجود الدفاع المغربي مره اخرى، كان على الكره مهدي بن عطيه لاعب جوفنتوس الايطالي، الكره مقطوعه مغربيه والضغط للمنتخب الوطني التونسي. 18 دقيقة 19 دقيقة بالضبط في هذا الشوط الأول، ما زلنا ننتظر اهتزاز الشباك، قلت الأفضلية صحيح في النتائج والانتصارات للمنتخب المغربي ب 12 انتصار مقابل 7 فقط للمنتخب الوطني التونسي، إن شاء الله اليوم يكون الانتصار الثامن التونسي في تاريخ المواجهات، لكن نذكروا أشهر المواجهات بين الزوز منتخبات، نهائي كان 2004 2-1 لتونس هنا في ملعب رادس، والفوز باللقب القاري بثنائية سانتوس والجزيري، أيضا ما ننساوش تصفيات مونديال 2006 2-2 في رادس، كلايتون والقرقوري ضد مرماه وقت هدف لأهل المنتخب الوطني التونسي لمونديال 2006. ترجع الكرة دائما على الرواق الأيسر وخدمة كبيرة في الجهة اليسار من الحدادي، حدادي رجع الكرة للمنتخب الوطني التونسي، الخزري، الخزري قص الميدان بالعرض لكن أسبق موجود الدفاع، وترجع لياسين مرياح، يمشي ياسين مرياح، مرياح يلعب الكرة دائما للمنتخب الوطني التونسي، يعطي الأسبقية والأفضلية الحكم المصري، كرة للفرجاني ساسي، حمدي النجاز، يلا يا حمدي لفرجاني ساسي في منطقة الجزاء، فرجاني ساسي والكرة أسبق منه، الكرة أسبق منه فرجاني ساسي، ممكن بعض السنتيمترات لو كان خلطت عليها فرجاني كانت تكون التمريرة أو التصويب، هذه الإعادة مرة أخرى، خدمة كبيرة بين النجاز وفرجاني ساسي والكرة في خارج الميدان، هذه الإعادة مرة أخرى، اللمسة الأخيرة الزايدة ممكن كانت من فرجاني ساسي ولكن كرة، ومرة أخرى الفرص للمنتخب الوطني التونسي موجودة ولكن ننتظر الأهداف إلى حد الآن. عبد الرحمن 21 دقيقة لعب في الشوط الأول، ما زالت نتيجة متعادلة. صحيح وضعية هجومية بارزة للمنتخب التونسي مرة أخرى، يمشي عبر المحور في الأثناء المرابط والتغطية من دفاع المنتخب التونسي، ترجع له الكرة المحترف في النصر السعودي، توزيعة وترجع كرة من جديد من دفاع المنتخب التونسي مباشرة، وليد الحجام الظهير الأيسر للمنتخب المغربي يرجع للمدافع المحوري رومان سايس، توزيعة دقيقة من رومان سايس إلى نور الدين المرابط تقريبا كجناح أيمن في المنتخب المغربي، مباشرة إلى فيصل فجر متوسط ميدان الهجوم لفريق كون في البطولة الفرنسية لكرة القدم، عبد الإله الحفيظي، نور الدين المرابط 8 دقيقة بين لاعبي المنتخب المغربي يوسف أيت بن ناصر، والتصويبة الجانبية من متوسط ميدان المنتخب المغربي وموناكو الفرنسي أمامكم، يوسف أيت بن ناصر ماهوش أساسي في آخر مباراة أمام المنتخب الكاميروني، واليوم تجربة عديدة اللاعبين من جانب المدرب إيرفي رونار في الأثناء، أفضل المنتخب التونسي يلقى في الحلول في محور دفاع المنتخب المغربي، وشفنا منذ قليل لو كان ثم أكثر دقة من جانب فرجاني ساسي كان بالإمكان استغلال أفضل للكرة الأخيرة والتواجد أمام مرمى الحارس منير المحمدي المعروف بالخشبي، واللي كان حاضر في كأس العالم الأخيرة، وكان انسحاب المنتخب المغربي في مجموعة صعبة أمام المنتخب البرتغالي والمنتخب الإيراني والمنتخب الإسباني. إذن اختبار جدي هام
وأحسن الاختيار المنتخب التونسي بملاقاته للمنتخب المغربي في آخر لقاء لسنة 2018 قبل بداية التحضيرات للكان المقبلة، باعتبار قيمة هذا المنتخب والعودة القوية للمنتخب المغربي بعد كان ممتازا صح التعبير وانسحاب كان معناها صعب أمام المنتخب المصري في ربع نهائي في الجابون، ثم المشاركة في كأس العالم والعودة كذلك للكان من خلال التألق في مجموعته رغم تعادل قبل ذلك أمام منتخب الكومور. تركيز المنتخب التونسي على جهة حمدي النجاز، الترويض كان صعب والتماس لتشكيلة المدرب إيرفي رونار، أكيد حكيت على التاريخ الشهير الثمانينات، كذلك برشا لقاءات بين المنتخب التونسي والمنتخب المغربي في فترة طارق ذياب وجمال الإمام ومراد العقبي ونبيل معلول ونور الدين بوسينة، وقتها لقاء تاريخي في المغرب 2-2 والتأهل لأولمبياد سيول، وجيل بودربيلا والتيمومي والدولمي والخيري والأمريس وماري كريمو، معنى الأسماء التاريخية في المغرب والمنتخب المغربي اللي كان أول منتخب وقت تأهل إلى ثم نهائي كأس العالم 1986 والفوز على المنتخب البرتغالي 3-1، والبدو زكي ما نساوش من أفضل الحراس، وكان حتى في السبعينات عطوكا، وكذلك الحوار مع فراس، معناها تاريخيا برشا لقاءات وبرشا ذكريات بين تونس والمغرب في كرة القدم. تونس شرفت 1978 بأول انتصار ثم المشاركات، والمنتخب المغربي تأهل 1986 ثم النهائي قلت، وهزيمة أنذاك بصعوبة أمام لوتر ماتيوس والمنتخب الألماني 0-0، وكان بدو زكي سد منيع أنذاك أمام المنتخب الألماني. في الأثناء يتواصل الحوار هنا في الملعب الأولمبي بيرادس، نبيل ذرار كولا إلى يوسف نصيري مباشرة، المحاولات لصالح المنتخب المغربي وترجع الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي. الكرة للمنتخب الوطني التونسي، 25 دقيقة لعب ضبط في الشوط الأول، ما زلنا ننتظر أكثر فرص وأيضا أكثر لعب وأكثر كرة من المنتخب الوطني التونسي. هذه مخالفة للفرجيني ساسي متوسط ميدان الزمالك، كرة لنعيم اللاسليتي بدل في اتجاه وهبي الخزري، وهبي الخزري، الخزري خرج الكرة مرة أخرى للمنتخب الوطني التونسي، والعودة من الدفاع، العودة من دفاع المنتخب المغربي في اللحظة المناسبة، خرج الكرة ولكن يرجع بامتلاك جديد للمنتخب المغربي، يمشي فرجاني ساسي، ممتاز الضغط من فرجاني ساسي لكن الكرة مقطوعة للمنتخب المغربي، سفيان بوفال يخرج الكرة للمنتخب المغربي، ممتاز الدفاع، ممتاز ياسين مرياح في افتكاك الكرة، ياسين مرياح يرجع يغطي على كورته وينقذ المنتخب الوطني التونسي من هجمة مغربية كانت خطيرة. كرة في اتجاه فاروق بن وصفة، اضرب يا فاروق بعد الكرة وسط منطقة المنتخب الوطني التونسي لياسين مرياح، ياسين مرياح يلعب الكرة مع سيف الدين الخاوي، ايمن بن محمد الخاوي من جديد، الخاوي كرة في اتجاه ياسين مرياح، ترجع الكرة من جديد يهدي المنتخب الوطني التونسي وينطلق من الدفاع الى وسط الميدان للفرجاني ساسي، فرجاني يمشي، فرجاني فرجاني العودة للخلف مرة أخرى، كرات تقصيرة بين لاعبي المنتخب الوطني التونسي، الكرة لفرجاني ساسي، فرجاني ساسي لسيام بن يوسف، سيام لحمدي النجاز، حمدي النجاز لندو بينه وبين الاسليتي، يجي الاسليتي للرواق الايمن، يمشي قدم اسليتي مازال محافظ على الكرة، يتيح وضربة المخالفة، المخالفة لنعيم الاسليتي، ضربة المخالفة بإشارة المرة هذه من المساعد الأول طه أحمد حسام. هذه الإعادة مرة أخرى، نعيم الاسليتي كان في مواجهة مع وليد الحجام الظهير الأيسر لأميان الفرنسي، وكرة ومخالفة للمنتخب الوطني التونسي، سيف الدين الخاوي وهبي الخزري، شكون باش يلعب الكرة؟ كيفاش باش يكون التنفيذ؟ هل يكون التوزيع ومحاولة مباغتة الحارس منير المحمدي؟ كرة بعيدة نوعا ما أكيد في اتجاه حمدي النجاز وسيام بن يوسف أو فرجاني ساسي، المفيد به ثم رأسية للمنتخب الوطني التونسي، ثم اللمسة في الشباك المغربية، كرة المخالفة يعطي الإشارة، يلعب الكرة الخاوي بعيدة في اتجاه حارس المرمى منير المحمدي، بعيدة الكرة كانت على المرمى، موجودة الحارس وطويلة في اتجاه دفاع المنتخب الوطني التونسي، ياسين مرياح بالراس، ياسين مرياح حط الكرة في التماس،
التماس للمنتخب الوطني المغربي، ترجع كرة بسرعة في وسط الميدان، الكرة في وسط الميدان في اتجاه لاعبي المنتخب الوطني التونسي، مقطوعة مقطوعة الكرة والهجمة المعاكسة من الحدادي، حدادي يرجع بالكرة، الحدادي دائما للمنتخب الوطني التونسي، بناء هجمة جديدة الجهة اليسرى والرواق الأيسر والتوزيعة في منطقة الجزاء، توقيت بالضبط 28 دقيقة لاعب عبد الرحمن، ما زلنا ننتظر وما زالت الكرة بحوزة المنتخب الوطني. صحيح، و57% نسبة التحكم في الكرة تقريبا بعد 25 دقيقة من جانب المنتخب الوطني التونسي، معناها نسبة تحكم ممتازة تأكيد لسات المنتخب التونسي. حمدي النجاز، أي أي أي، الاختيار الأخير من حمدي النجاز بتبع 55% من جانب المنتخب الوطني التونسي، معناها الاستحواذ على الكرة، لكن التسييم هو إلى حد الآن اللي ينقص المنتخب التونسي. إذا حمدي النجاز والفرصة الأخيرة، لكن التوزيع نتاعو بالإكستيريور نشوفوا وهبي الخزري فرجاني ساسي دائما لديها وضعيات، وهكا يحبذ معناها التوزيعات نتاعو الدقيقة، يلقى حمدي النجاز تفاهم كبير، يحترف سويا في فريق الزمالك كما كان فرجاني ساسي منذ قليل في نفس الوضعية الهجومية، معناها في محور دفاع المنتخب المغربي نعيم السليتي، ثم الياس الصخيري دقيق اليوم في التمركز نتاعو أيضا في تمريراته، والمخالفة لصالح المنتخب الوطني التونسي، ما فماش حلول حاليا من جانب المنتخب المغربي. شوفوا تدخل القوي على نعيم السليتي، إعادة من جديد للتدخل الأخير من عبد الإله حفيظي على متوسط الميدان الهجومي أو جناح المنتخب الوطني التونسي، اللاعب السابق لريد ستار، أيضا ليل وديجون وعديد الأندية في الأقسام السفلى الفرنسية كما فريق باري اف سي وسودان، لكن حاليا عنده قيمة كبيرة نعيم سليتي في بورصة اللاعبين في البطولة الفرنسية، وكاد يتحول في فترة انتقالات اللاعبين في الصيف الماضي إلى فريق بوردو، وسجل ثنائية للمنتخب التونسي أمام المنتخب المصري. وهبي الخزري ثم مهدي بن عطية وضرب الجزاء، ضرب الجزاء للمنتخب الوطني التونسي. لا ثم التدخل الأخير من جانب الحكم المصري، معناها مش ضربة جزاء، ثم مخالفة، ثم مخالفة خاطر لمسة اليد معناها كانت قدام شوية خطف منتش المتر. نشوفوا الكرة الأخيرة والإبعاد الكرة من روما سيس، لا تقريبا معناها قريبة برشا من خطف منتش المتر، كان جت على خطف منتش المتر تكون ضربة جزاء لصالح المنتخب الوطني التونسي. مش فرحان إيرفي رونار بالإعلان المخالفة لصالح المنتخب الوطني التونسي، وإعادة من جديد للمخالفة اللي أعلن عليها الحكم المصري نور الدين إبراهيم، كرة شبيهة بكرة اللحظات الأخيرة والدقائق الأخيرة في مباراة المنتخب التونسي والمنتخب المصري، واللي صوبها المتواصل بين الهجومي والجناح بسام أسرار فيه. إذن اليوم النجم نلقاو هدف من جانب وهبي الخزري لملاء أو نعيم سليتي أو سيف الدين الخاوي، معناها وضعية مناسبة للمنتخب التونسي. هو الإشارة متاعو معناها خلنا ضربة جزاء، لكن هي مخالفة، هذا كان جت على الخط النهائي، الخط 18 متر بالطبع تكون ضربة جزاء لصالح المنتخب الوطني التونسي. إذن متابعة كرة وفرصة وكرة ثابتة لعناصرنا الوطنية، وهبي الخزري والكرة محاذية للمرمى، فرصة لصالح المنتخب الوطني التونسي لإحداث الفارق عبر الكرة الثابتة من وهبي الخزري برجله اليمنى، مشالها الحارس المنتخب المغربي منير المحمدي. إذا تبقى النتيجة دائما صفر مقابل صفر، والكرة في توقيت 32 دقيقة لعب بالضبط في المباراة، 32 دقيقة لعب، هذه الإعادة للكرة الأخيرة والمخالفة اللي كانت من وهبي الخزري أمامكم على الصورة. وهبي الخزري كان قريب من شباك الحارس المغربي منير المحمدي، كرة ترجع من جديد للمنتخب المغربي في هجمة مقطوعة من ياسين مرياح،
ياسين مريح الى حمدي النجاز، كره حمدي النجاز الوهبي الى خزري، الخزري ما تخلطش، كره للسليتي مقطوعه من بن عطيه، ترجع كره مغربيه في الرواق الايمن نبيل درار، نبيل درار ولكن موجود يغطي على الكره اسامه الحدادي، اسامه الحدادي العوده بالكره للياس الصخيري، الصخيري الصخيري يمشي بالكره وين موجود سيام بن يوسف، سيام بن يوسف مازال محافظ على الكره المنتخب الوطني التونسي ونسبه امتلاك اكثر للمنتخب الوطني التونسي لحد الان وصلت حتى ل 59%، ترجع الكره دائما تونسيه، سيام بن يوسف الى الفرجاني الساسي، فرجاني ساسي يمشي قدم فرجاني بين زوج ملاعبيه، يلعب الكره مع الخاوي للخزري الساسي مره اخرى، فرجاني ساسي تمريرات القصار بين ملاعبيه المنتخب الوطني التونسي ممتازه الكره الاخيره ولكن ما مرتش ما مرتش وترجع مغربيه، سفيان بوفال، سفيان بوفال يحاول يتعدى ضربه المخالفه باشاره من الحكم المصري ابراهيم نور الدين، ترجع للمنتخب المغربي على الصوره فيصل فجر لاعب كون الفرنسي، ترجع كره ويغير كليا من اليسار لليمين إلى وسط الميدان في كرة يوسف ايت بن ناصر لاعب موناكو الفرنسي إلى رومان سايز، يمشي رومان سايز يلعب الكرة منتخب المغرب يقرب من مناطق جزاء المنتخب الوطني التونسي، الكرة البوفال والتدخل، التدخل ممتاز كان على الكرة وترجع من جديد للمنتخب الوطني التونسي ما ياخذهاش سليتي، ترجع للخزري ممتاز الكونترول إلى أيمن بن محمد، أيمن بن محمد يراوغ يرجع بالكرة للخلف لصالح المنتخب الوطني التونسي، دائما شفنا الكره والامتلاك اكثر كيف ما قلنا لنسور قرطاج، يمشي وهبي الخزري، الخزري يرجع بالكره لوسط الميدان الصخيري، يضيع الكره الصخيري وترجع مغربيه في اتجاه وليد الحجام، وليد الحجام العوده الى الدفاع مره اخرى، كره للمنتخب المغربي من مهدي بن عطيه، مهدي بن عطيه قدم يربح اكثر امتار المنتخب المغربي، كرة على الجهة اليمنى يوسف الناصيري يستنى في الكرة والتوزيعة في منطقة الجزاء بعيدة الكرة تمشي ضربة 6 أمتار، ضربة 6 أمتار للمنتخب التونسي، قربنا من نهاية الشوط الأول، هذه إعادة للمخالفة الأخيرة ولمسة اليد يعني اللي كانت موجودة على خط منطقة الجزاء، الحكم المصري كان أعلن على المخالفة والتنفيذ كان بامتياز ولكن فقط شوية دقة من وهبي الخزري عبد الرحمن وكانت الكرة تكون في الشبك صحيح وواضح أنه معناها بعيد على خط 18 متر، لمسة اليد من جانب يوسف ايت بن ناصر بعيدة شوية على خط 18 متر، معناها أصاب الحكم الدولي المصري في الإعلان على مخالفة فقط، لو كانت على الخط 18 متر أكيد ضربة جزاء للمنتخب التونسي، معناها القرار كان صائب من جانب الحكم الدولي المصري في الإعلان على مخالفة فقط لصالح المنتخب التونسي، وكاد إثرها وهبي الخزري باش يفتتح النتيجة لعناصرنا الوطنية، مباراة ديربي مغاربي يؤكد مرة أخرى المنتخب التونسي والمنتخب المغربي أنه لقاءاتهم دائما مشوقة، اندفاع كبير ورغبة في التسييم، لكن إلى حد الآن كان أقرب المنتخب التونسي في إحداث الفارق أمام زملاء المهدي بن عطية ونبيل ذرار، مرة أخرى محاولة عكس الهجوم والمرور إلى السرعة القصوى مع تجاوز منتصف الميدان وما خلطش على الكرة الأخيرة حمدي النجاز في اقترابنا من العشر دقائق الأخيرة للشوط الأول و دائما صفر مقابل صفر، عمل كبير ليوسف ايت بن ناصر وايضا فيصل فجر ثنائي الدفاع في وسط ميدان المنتخب المغربي، كره من سفيان بوفال مريناهش برشا باستثناء المحاوله في الدقائق الاولى للشوط الاول، بن ناصر مباشره الى المهدي بن عطيه خبره اوروبيه كبيره وبدايه مع اولمبيك مارسيليا، ما نجحش في مارسيليا وتحول وبرز في ايطاليا ثم تجارب مع غوارديولا في فريق بايرن ميونخ، عبد الاله حفيظي للمنتخب المغربي، سفيان بوفال والتدخل حاسم من جانب فرجاني ساسي وايمن بن محمد، ايمن بن محمد التوزيعه والفتحه ممتازه ايضا لوهبي الخزري، وهبي الخزري اكيد عنده الحل في مناطق الجزاء وكذلك ثم حمدي النجاز يختار الحل الفردي وايمن بن محمد من جديد ثم فرجاني ساسي المحاوله من جانب المنتخب الوطني التونسي وركنيه للمنتخب التونسي ما لقاش المنفذ وهبي الخزري والتصويبه الاخيره ديفي مباشره ركنيه للمنتخب الوطني التونسي في العوده
للهجوم المنتخب التونسي بتبادل المراكز بين السليتي الخزري وكذلك سيف الدين الخاوي وتواجد اونر تري لفرجاني ساسي. المنتخب التونسي قلق برشا محور دفاع المنتخب المغربي في اثناء محاوله استغلال مثل هذه الكرات الثابته، لكن التدخل من يوسف النصيري في وضعيه دفاعيه، ايمن بن محمد الى حدران من ابرز اللاعبين كما كان امام المنتخب المصري، اسامه الحدادي ثم الجهه اليسرى لهجوم المنتخب التونسي، لكن اثبت نبيل ذرار، نبيل ذرار المحترف في البطوله التركيه، وكان ايضا في التواجد المدافع سيان بن يوسف يعرفوا بعضهم جيدا، سفيان بوفال عنده امكانيات فنيه ممتازه سفيان بوفال، لكن الاختيار الاخير كان خالد والكره الموجهه الى متوسط الميدان نور الدين المرابط. اقتربنا من الدقائق الاخيره للشوط الاول، ثم نسق ثم فرص من جانب المنتخب التونسي دون تسييم الى حد الان، والمنتخب المغربي ينتظر المنتخب التونسي ثم يحاول المباغته عبر يوسف نصيري سفيان بوفال، المساعدة من الدين المرابط من الجهة اليمنى للهجوم شهير، ومرة أخرى تركيز المنتخب المغربي على الجهة اليمنى والتوزيع في المحور، والحارس فاروق بن مصطفى قبل قلب هجوم فريق ليغانيس يوسف النصير. حارس الشباب السعودي لحضران حاسم في انتظار أن الحاسم يكون بالنسبة للهجوم التونسي، كرة مقطوعة ترجع مغربية لحارس المرمى منير المحمدي، يضغط وهبي الخزري يمشي لمحمد يحط الكرة في التماس، هذا اللي يلزم، هذا اللي يلزم، لكن كرة قبل ما تخرج للتماس يرجع المنتخب الوطني التونسي، مقطوعة مغربية دائما، كرة أخيرة كانت اختيرة للمنتخب الوطني التونسي في وسط الميدان، يمشي فيصل الفجر، فيصل الفجر يخرج الكرة للمنتخب المغربي، الكرة من يوسف النصيري دائما للمنتخب المغربي، يتدخل من ياسين مريحش يقول الحكم المصري ضربة المخالفة، مخالفة لعبد الإله الحفيدي أمامكم على الصورة، عبد الإله الحفيدي لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، الكرة الأخيرة بينه وبين ياسين مرياح مدافع أولمبياكوس اليوناني، وضربة المخالفة هذه عادة مرة أخرى للقطة الأخيرة لنعيم السليتي اللي حاول من خلالها أنه ياخذ الكرة، والمخالفة فاروق بن مصطفى يوجه ملاعبيته، يوجه خاصة المدافعين الوقوف جيدا أمام خط منطقة الجزاء في انتظار تنفيذ ضربة المخالفة، الكرة الثابتة تقريبا الأولى الخطيرة للمنتخب المغربي، لأنه تقريبا في كل المحاولات شفناه يمشي أكثر على الرواق الأيمن للهجوم على الكرة، موجود رقم 11 فيصل الفجر، أيضا 5 مهدي بن عطية، 4 ملاعبية على كرة المخالفة، استناول التنفيذ، التنفيذ يقعد على التنفيذ فقط، موجود مهدي بن عطية وأيضا فيصل الفجر، ممكن يكون اللمسة ولا التصويبة من مهدي بن عطية، وفاروق بن مصطفى ترجع الكرة والهدف الأول، ترجع الكرة والهدف الأول من يوسف النصيري، يوسف النصيري 41 دقيقة لعب، هفوة من دفاع المنتخب الوطني التونسي المرة الأولى خلينا نقولوها في المحاصرة، وأيضا في الإرجاع للكرة من فاروق بن مصطفى، 1-0 في 41 دقيقة لعب، يوسف النصيري يفتتح النتيجة للمنتخب المغربي، هدف كان ضد مجرى اللعب هذه لإعادة تصويبها، فاروق بن مصطفى يرجع الكرة، وين خط الدفاع؟ وينهم المدافعين؟ مرة الأولى في تصويب الكرة من مهدي بن عطية، ثم يرجع الكرة من فاروق بن مصطفى في مكان خاطئ، وياسين مرياح يخلط روتار على الكرة الأخيرة، والهدف الأول بهفوة دفاعية مرة أخرى، ممكن كرة وتصويبها كانت خارج الميدان حسب الصورة هذه الإعادة، وفاروق بن مصطفى رجعها، وين رجعها؟ قدام لاعب ما يرحمش، قدام لاعب يسجل بها الهدف الأول يوسف النصيري، هذه الإعادة مرة أخرى، وهدف عبد الرحمن وقت اللي كنا نستناو في المنتخب الوطني التونسي باش يسجل، جاء الهدف للمنتخب المغربي. صحيح التصويبة وقيمة التصويبات من جانب مهدي بن عطية، ترجيع الكرة في اللاكس من حارس المنتخب الوطني التونسي وقلب هجوم فريق ليغانيس اللي سبق له تسجيل كذلك مع المنتخب المغربي أمام المنتخب الإسباني، إذا يلقى روحه في وضعية تسجيل وإحداث الفارق رغم أنه عديد الفرص كانت من جانب المنتخب التونسي طيلة الشوط الأول، وأكيد المنتخب التونسي سيسعى للتعديل، وكان
كانت دائما رد فعل المنتخب المغربي عبر الهجمات المعاكسة، عبر المحاولات خاصة من توزيعات من جهة نور الدين مرابط، واستغل الكرة الثابتة وحاليا مخالفة لسفيان بوفال. منذ قليل المنتخب التونسي لم يستغل الكرة الثابتة والمخالفة المتاحة والفرصة الكبيرة لوهبي الخزري، لكن من الجهة المقابلة مهدي بن عطية قائد المنتخب المغربي بتصويبة قوية يلزم معناها يرجعها فاروق بن مصطفى. صعيب باش تمسك مثل هذه الكرات في مسافة قريبة برشا، والتصويبة كانت قوية وأرضية والكرة رجعت، لكن كان سريع يوسف النصيري وما رجعش في الوقت المناسب محور دفاع المنتخب الوطني التونسي. مباراة ودية للتقييم، لأيضا تدارك الأخطاء لتقييم أداء اللاعبين ومردود اللاعبين والحلول من جانب الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي. إذا إلى حد الآن في الدقائق الأخيرة للشوط الأول الأسبقية بفضل يوسف النصيري للمنتخب المغربي من مخالفة منفذة من مهدي بن عطية قائد المنتخب. المنتخب التونسي نعيم السليتي، ياسين مرياح، كانت بعض العمليات والثنائيات والثلاثيات قريبة من مرمى الحارس منير الخجوي دون التسييم. نعيم السليتي كرة ممتازة لحمد الله نجاز وخروج حارس ملقا الإسباني منير المحمدي أمام الظهير الأيمن للمنتخب التونسي. نعيم السليتي كرة قصيرة في الانترفال، سيف الدين الخاوي ثم الحجام ثم فيصل فجر، سيام بن يوسف في محور دفاع المنتخب المغربي والحارس منير المحمدي قبل قائد المنتخب التونسي وهبي الخزري. آخر لقاء بين الفريقين كان ودي مباشرة بعد الكان 2017 في اليابان، وكان فوز المنتخب المغربي. رومان سايس للمنتخب المغربي حاليا المتقدم هدف مقابل صفر. يوسف ايت بن ناصر، نعيم السليتي، لكن التدخل من فيصل فجر مباشرة الياس الصخيري حمدي النجاز. اللحظات الأخيرة للشوط الأول، كرة ممتازة للياس الصخيري. الياس الصخيري البحث على وهبي الخزري لكن أسبق فيصل فجر. حاليا سفيان بوفال يعتمد على فنياته، لاعب ومهاجم سيلتا فيغو الإسباني، والكرة من جديد لسفيان بوفال. رغم المحاولات والتدخل الأخير كان حاسم من جانب ياسين مرياح. تغيير وجهة اللاعب مباشرة لوهبي الخزري. وهبي الخزري ينتظر في الصعود أسامة الحدادي، لكن يرجع معاه في الأثنين نبيل ذرار بن محمد الياس الصخيري. فرجاني ساسي دقيقة وقت بديل في هذه الفترة الأولى، لكن حاليا المنتخب المغربي بحوزته الكرة رغم أنه كانت الأسبقية على مستوى البوسيسيون لصالح المنتخب الوطني التونسي. وهبي الخزري مباشرة إلى حمدي النجاز وهبي الخزري، ومن جديد الأولوية لدفاع المنتخب المغربي ورومان سايس. من جديد فرجاني ساسي ثم صاحب الهدف الوحيد يوسف نصيري. فرجاني ساسي، نعيم السليتي، سيف الدين الخاوي، المخالفة لصالح المنتخب المغربي في مناطقه. إذا المنتخب التونسي يسترجع الكرة، يدخل لمناطق الجزاء في الأثناء. التسييم كان من جانب المنتخب المغربي بمخالفة من مهدي بن عطية ويوسف نصيري. أحدث الفارق حوار بين الإطار الفني للمنتخب التونسي والمدرب الفرنسي للمنتخب المغربي إيرفي رونار. مع الكوت ديفوار فاز بلقب كان مش سهل، مدرب يفوز بزوز ألقاب مع زوز منتخبات مختلفة. إذا مشاهدينا الكرام، نهاية الفترة الأولى بتقدم المنتخب المغربي عبر يوسف النصيري من مخالف مكانه لوليد أزارو. أيضا رمان سايس، يوسف النصيري وسفيان بوفال ويوسف أيت بن ناصر. وأولى الكرات في الشوط الثاني صالح المنتخب المغربي ولوليد أزارو. معاك شهير
استعراض تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. المنتخب الوطني التونسي دون تغييرات في هذا الشوط الثاني. فاروق بن مصطفى المرمى، حمدي النجاز، وسام الحدادي، سيام بن يوسف، ياسين مريح، فرجاني ساسي، الياس الصخيري، سيف الدين الخاوي، ايمن بن محمد، نعيم اسليتي، ووهبي الخزري على الاحتياط. نلقاو ثنائي حراسه المرمى معز بن شريفيه وايمن دحمان، معهم رامي البدوي، فخر الدين بن يوسف في راس شوات، وليد القروي، حمزه المثلوثي، بلال السعيداني، بسام اصرار في جسر الخميري، سليمان كشك، محمد دراجر، وعلي العابدي. في انتظار تغييرات الثنائي مهر الكنزاري ومراد العقبي. زوج تغييرات في تشكيلة المنتخب المغربي. هذه كرة في محور دفاع المنتخب الوطني التونسي في اتجاه سيام بن يوسف، يلعب الكرة مع الياس الصخيري، الصخيري البحث دائما عن العمق بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. سليتي يخرج له النجاز، لا يخير، يلعب الكرة للخلف للصخيري، الصخيري الضغط على الياس الصخيري، يرجع بالكرة الفرجاني ساسي، فرجاني ساسي معه وليد ازارو، فرجاني ساسي يلعب مع حمدي النجاز، يمشي النجاز، يقدم اكثر النجاز، يقرب من مناطق المنتخب المغربي، والتدخل، التدخل من رومان سايس، يحط الكره في التماس، تماس للمنتخب الوطني التونسي، بسرعه تلعب الكره ولكن مقطوعه مغربيه، ويرجع التماس مره اخرى للنجمه والهلال للمنتخب الوطني التونسي. 1-0 الى حد الان للمنتخب المغربي في انتظار عوده تونسيه وفي انتظار تسجيل هدف التعادل. هذه كره مقطوعه من سيام بن يوسف، ايمن بن محمد يمشي لدائره وسط الميدان، ياخذ الكره الى جنبه موجود اسامه الحدادي، شو يعمل بالكره؟ بن محمد يحاول يتعدى لاسامه الحدادي، الحدادي يضغط، الحدادي، مقطوعه الكره للمنتخب المغربي في خط الدفاع. العوده للحارس منير المحمدي وعبد الرحمن. الى حد الان ممكن الشوط الاول كان فيها المنتخب الوطني التونسي هو الافضل، هو الاقرب للتسجيل، ولكن كره ضد مجرى اللعب جابت هدف للمنتخب المغربي. شوط ثاني اكيد سيناريو اخر وافكار مغايره للمدربي. صحيح، والتغييرات كما شاهدنا من جانب المنتخب المغربي، المحور المتكون من ريمون سايس وايضا مانويل داكوستا من جانب المنتخب المغربي. اسامه الحدادي، تخريجه ممتازه من نعيم السليتي امام نور الدين المرابط، التوزيعه كانت يعني مش قويه من جانب اسامه الحدادي، والمدافع مانويل مروان داكوستا، هذا الاسم الكامل للمدافع المحوري للمنتخب المغربي، يتدخل. التوزيع من نور الدين مرابط باش ينتهج هذه الطريقه المنتخب المغربي، التوزيعات في العمق على لاعب يحبذ معناها هذه الوضعيات اللي هو وليد ازارو لاعب الاهلي المصري، واكيد احسن اجابه كانت من جانب الترجي بعد معناها العمليه وكذلك الحركه الاخلاقيه اللي قام بها وكلفته العقاب من الكاف معناها بقطع القميص نتاعو، واكيد حركه معناها ما تكونش نتاع لاعب محترف، وكانت العوده من جانب الترجي والفوز 3-0. بالنسبه لازارو موش اساسي مع المنتخب المغربي، كان احتياطي في اخر مباراه امام المنتخب الكامروني، واكيد المنافسه كبيره مع سفيان بوفال ويوسف ناصيري وخالد بوطيب في محور هجوم المنتخب المغربي. وبالنسبه لازارو عاده ما يكون احتياطي في المنتخب المغربي، واكيد يحاول ربح وقت لعب مع المدرب إيرفي رونار، وقيمة الأسماء في المنتخب المغربي وقيمة المراكز، شفنا خروج مهدي بن عطية ودخول مانويل داكوستا اللي كان حاضر مع المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم، وكان هو صاحب الهدف معناه ضد مرماه ضد المنتخب الإيراني في الوقت البديل. التدخل باش كل شيء يرجع لنصابه في مباراة اليوم، نبيل ذيرار لاعب موناكو سابقا فينيرباتشي التركي حاليا، والكرة باش ترجع بمخالفة لصالح المنتخب الوطني التونسي الساعي إلى التعديل، الساعي لتجاوز أسبقية المنتخب المغربي اللي كانت في نهاية الشوط الأول. وهذه الإعادة للقطة الأخيرة اللي كانت بين أيمن بن محمد ونبيل ذيرار، والكرة باش ترجع بمخالفة بسرعة للمنتخب الوطني التونسي. يلزم الحلول في هذا الشوط الثاني للوصول لمرمى نبيل منير المحمدي. الكرة من فاروق بن مصطفى طويلة في اتجاه حمدي النجاز في الرواق الأيمن، لكن أسبق موجود المدافع وليد الحجام، يرجع كرة لحارس مرماه منير المحمدي، كرة للمحمدي، يرجع مرة أخرى في محور الدفاع واستعمل الكرة الطويلة بالنسبة للمنتخب المغربي.
في هذا الشوط الثاني. الكرة والضغط من أيمن بن محمد ما يخوهاش، ترجع كرة مغربية كيف ما جات في وسط الميدان، سحب الهدف يوسف الناصيري، يخرج الكرة ولكن ترجع تونسية، يرجع الامتلاك تونسي من سيام بن يوسف إلى فرجاني ساسي. فرجاني ساسي مقطوع الكرة وترجع للمنتخب المغربي مرة أخرى. الجهة اليمنى تشتغل كما يجب بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، ولكن اللمسة الأخيرة هي اللي ناقصة، هذه كرة وهجمة المعاكسة للمنتخب المغربي، يخلط على الكرة مدافع المنتخب الوطني التونسي أسامة الحدادي، والتماس يرجع للمنتخب الوطني التونسي. إشارة المساعد الأول طه أحمد حسام، طاقم تحكيم من مصر يقود ابراهيم نور الدين، يساعدوه طه احمد حسام ومحمود ابو الرجال، حكم رابع سليم بالاخواس. وهذه كره ترجع مره اخرى للمنتخب الوطني التونسي، الكره للمنتخب التونسي راجعه من نور الدين مرابط لاعب النصر السعودي. هذا على الصوره اسامه الحدادي في لعب كره التماس للمنتخب الوطني التونسي، ايمن بن محمد يعمل الكنترول، ترجع كره ممتازه اللقطه الاخيره ولكن يقطعها المنتخب المغربي، وهجمه معاكسه مره اخرى في اتجاه وليد ازارو، وليد ازارو قدامه ياسين مرياح، ياسين مرياح يرجع الكره للحدادي التماس، التماس يرجع للمنتخب المغربي لكن قبلها اشاره من الحكم بوجود مخالفه، مخالفه على اسامه الحدادي، ضربة المخالفة بسرعة وهذه الإعادة، التدخل كان من يوسف الناصيري والمخالفة على أسامة الحدادي، ترجع الكرة مقطوعة من سفيان بوفال ولكن ترجع تونسية مرة أخرى، الياس الصخيري، العودة للفرجاني ساسي، طويلة كرة الفرجاني ساسي، يمشي المنتخب الوطني التونسي ولكن المحمدي أسبق من سيف الخاوي، عبد الرحمن إلى حد الآن منتخبنا قاعد يجيب في الفرص، قاعد يلعب على الجهتين اليمنى واليسرى ولكن ممكن اللي تنقص اللمسة الأخيرة واللي تنقص أيضا اللاعب اللي يحط الكرة في الشبكة، وممكن نشوفهم بعد شوية تغييرات في المنتخب الوطني التونسي. صحيح، شفنا فراس شوات وبسامة الإصرار في المحترف البطولة الفرنسية مع نيس، وكانت مخالفة قبلها من سيام بن يوسف على وليد أزارو، نبيل ذرار، فرصة للتصويب من جانب المنتخب المغربي والكرة جانبية، كانت محاولة من فيصل فجر متوسط ميدان كون الفرنسي، وتجربة كبيرة في البطولة الإسبانية مع لا كوروني وفريق ختافي، حاليا مع سيف الدين الخاوي في نفس الفريق في ليغ اون في فرنسا. ياسين مرياح، فاروق بن مصطفى لتألق أمام محمد صلاح في الشوط الأول في مباراة برج العرب وتفادى هدف بعد ركنية موجهة بدقة من جانب نجم فريق ليفربول. أكيد التغييرات من جانب المنتخب التونسي وحلول هجومية أخرى للوضع، اللمسة الأخيرة للتسييم لتدارك أسبقية المنتخب المغربي المحرزة في الشوط الأول، والمساهم غادر الميدان مهدي بن عطية وعوض مانويل مروان داكوستا، هذا الاسم الكامل للمدافع المحوري للمنتخب المغربي واللي هو أصبح قائد الفريق. مباشرة نبيل ذرار الظهير الأيمن للمنتخب المغربي، ثم يوسف أيت بن ناصر، مباشرة وليد أزارو، نبيل ذرار إلى نور الدين مرابط، أيمن بن محمد، الياس الصخيري، نعيمة سليتي، نعيمة سليتي من جديد، التدخل من نور الدين مرابط وقبله يوسف أيت بن ناصر، نبيل ذرار للمنتخب المغربي، عملية ثنائية مع فيصل فجر، فيصل فجر تغيير وجهة اللعب مباشرة إلى الجهة اليسرى وين موجود وليد الحجام الظهير الأيسر المنتمي لأميا، التركيز على الأظهرة من جانب المنتخب المغربي، يوسف ناصيري، نور الدين مرابط، ثم سفيان بوفال، أيمن بن محمد، والمخالفة لصالح المنتخب الوطني التونسي. شفنا السرعة من سفيان بوفال، يمشي من الجهة اليسرى مباشرة إلى محاولة حبك، عملية ثنائية مع نور الدين مرابط، كان متفطن أيمن بن محمد في التغطية الأخيرة، لاعب يحذق التواجد من الجهة اليسرى لدفاع المنتخب التونسي، وحاليا أيضا متوسط ميدان
من الجهة اليسرى ويعاضد كذلك أسامة الحدادي نفس المنهج التكتيكي كما لقاء المنتخب المصري يوم الجمعة الماضي. وبعد قليل التغييرات من جانب المنتخب التونسي وبسام السرار في كانت عنده معناها الانطلاقة وكذلك النجاعة في مباراة المنتخب المصري والمساهمة في هدف التعادل للمنتخب الوطني التونسي الثاني لنعيم السليتي وكذلك الاندفاع والاضافه كانت مؤكده لبسام السرافي. اكيد ان شاء الله عنده اليوم اكثر وقت لعب مع المنتخب التونسي لابراز كامل امكانياته ومواهبه الفرديه. برشا اندفاع واللعب اكثر من حصر في وسط الميدان الى حد الان. والتغيير الاول بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، يخرج رقم 7 سيف الخاوي ويدخل بسام السرافي كاول التغييرات. هذا منكم على الصوره سيف الدين الخاوي لاعب كون الفرنسي، يقول بسام الاسرار في لاعب نيس، زوج لاعبين محترفين. ان شاء الله الاضافه تجي من لاعب نيس الفرنسي والمنتخب الوطني التونسي. بسام الاسرار في يدخل في توقيت 57 دقيقه لعب في المباراه، ما زلنا ننتظر هدف التعادل بعد ما كان المنتخب الوطني التونسي هو الافضل في الشوط الاول، اسبق على الكره، افضل من ناحيه امتلاك الكره، ولكن الهدف اللي جاء بعثر شويه ممكن اوراق المدربين مهر الكنزاري وايضا مراد العقبي. ترجع كره للمنتخب المغربي لاخراج اكثر للمناطق التونسيه، الكره من سفيان بوفال، سفيان بوفال يتعدى باش يصوب وفاروق بن مصطفى، الكره تتعدى، تصويبه كانت قويه من سفيان بوفال، مشات بجانب القائم الايسر لحارس المنتخب التونسي فاروق بن مصطفى. الكره والتصويبه الاخيره كانت من صاحب القميص رقم 9 اللاعب سفيان بوفال. امامكم على الصوره سلسله من المراوغات والتصويبه للاعب سيلتا فيغو الاسباني، كره ما كانتش بعيده برشا على مرمى فاروق بن مصطفى. هذه الكرات اللي يلزم يحتاط منها المنتخب الوطني التونسي في هذا الشوط الثاني. 1-0 الى حد الليل المنتخب المغربي، يلزم نستغلوا الفرص ويلزم ايضا الاستفاقه في خط الدفاع. كره مقطوعه للمنتخب المغربي ليصبح هو الاسبق على كل الكرات تقريبا في هذا الشوط الثاني. الكره من مروان داكوستا، طويله كره مروان داكوستا، تمشي دائما للمنتخب المغربي ولا مخالفه، المخالفه يرتكبها نور الدين مرابط لاعب النصر السعودي المنتخب المغربي على ياسين مريح. امامكم على الصوره، مش عاجبه قرار الحكم ولكن الصوره واضحه والدفع واضح على ياسين مريح. هذه اللقطه مره اخرى وهذه الاعاده من كل الزوايا توضح المخالفه اللي ارتكبها محترف النصر السعودي. إعادة مرة أخرى كيف ما قلنا من كل الزوايا، تلقاه كل الإعادات اليوم على القناة الوطنية الأولى. ترجع الكرة لأيمن بن محمد، يمشي أيمن بن محمد يتعدل الفرجاني ساسي، فرجاني ساسي يرجع للياس الصخيري، الصخيري لياسين مرياح، ياسين مرياح سايب يا مرياح الكرة وارتاح ولكن كرة خارج الميدان التماس، يرجع للمنتخب المغربي. الإنذار لنور الدين مرابط بعد القرار الأخير من حكم المباراة المصري إبراهيم نور الدين. الكرة ترجع للمنتخب الوطني التونسي ولكن مخالفة، مخالفة في توقيت 59 دقيقة لعب في المباراة، قربنا من نصف ساعة لعب وكرة ترجع بضربة مخالفة للمنتخب الوطني التونسي، قربنا من ساعة لعب في المباراة كرة ترجع بمخالفة للمنتخب المغربي. على الصورة حمل القميص رقم 15 الكرة ليوسف ايت بن ناصر، على الكرة يوسف ايت بن ناصر وايضا فيصل فجر، فقط فيصل فجر هو اللي يبقى الى جانب نعيم السليتي، هو اللي يعمل التغطية قدام فيصل فجر وتوزيعة ومخالفة وكرة ثابتة. ان شاء الله ملاعبية المنتخب الوطني التونسي يعرف كيفاش يتصرفوا خاصة مع توغلات المنتخب المغربي وايضا مع السرعة وايضا مع حبك الكرات الفضائية. ترجع كرة مقطوعة هي نعيمة الاسليتي، كرة الاسليتي هذه الكرات اللي تحدثنا عليها ان المنتخب الوطني التونسي قاعد يخمم اكثر في الوصول لمرمى الحارس المغربي ولكن الامور الدفاعية الى حد الان مش ماشية كما يجب. التوزيعة خارج الميدان،
خارج الميدان. كرة في توقيت 60 دقيقة لعب عبد الرحمن، ساعة لعب في المباراة. المنتخب التونسي بعد ما كان هو الأفضل في الشوط الأول، حسينا اللي في الشوط الثاني تراجع نوعا ما المردود نتاعو، خاصة مع تقدم المنتخب المغربي. صحيح، وخاصة نور الدين مرابط من الجهة اليمنى والمعظم نبيل ذرار، وكذلك فنيات سفيان بوفال من الجهة اليسرى يمشي للمحور مباشرة. شفناه في عديد الوضعيات شكل اخطر على دفاع المنتخب الوطني التونسي. مانويل داكوستا، يوسف ناصيري، يوسف ناصيري، والكرة لصالح المنتخب التونسي، والتدخل الأخير كان حاسم من جانب ياسين مرياح، أو التردد في الرلونس من جانب المنتخب الوطني التونسي. كرة أخرى في العمق، وكان حاسم مدافع أولمبياكوس في تفادي كرة في اتجاه يوسف ناصيري، وما ثم حتى شيء، وتدخل كان ممتاز من مدافع أولمبياكوس اليوناني ياسين مرياح في الأثناء. وضعية تسلل المعلنة على قائد المنتخب الوطني التونسي وهبي الخزري، قلت شهير أكثر عمق المنتخب المغربي في الشوط الثاني. شفنا يوسف ناصيري، سفيان بوفال، نبيل ذرار، ونور الدين مرابط، ولا المنتخب المغربي يلعب عالي أكثر بالمقارنة مع الشوط الأول. في الأثناء المنتخب التونسي ما قدمش المردود اللي شفناه في الشوط الأول من خلال خلق بعض الفرص السانحة للتسجيل. إذا المنتخب التونسي يرجع إلى مناطق المنتخب المغربي والكرة ما توصلش، رغم المحاولة من أيمن بن محمد إلى وهبي الخزري، أخطر المنتخب المغربي بالمقارنة مع الشوط الأول. وشفنا بوفال ونصيري ومرابط وذرار في وضعيات قريبة من مرمى الحارس فاروق بن مصفى، والتلبى الكرة كان دقيق من يوسف ناصيري، والتدخل أيضا من جانب ياسين مريح في تفادي وضعية هدف ثاني للاعب المنتمي لليغانيس في الليغا الإسبانية لكرة القدم. يوسف أيت ناصر، الكرة ترجع لوهبي الخزري ومعاكسة للمنتخب الوطني التونسي، ويدارك الهفوة المنتخب المغربي، اختار التصويب وهبي الخزري بعد اختيار خاطئ من متوسط ميدان يوسف أيت بن ناصر. نعيم سليتي، نعيم سليتي، كرة إلى وهبي الخزري، والتدخل من دفاع المنتخب المغربي، ومن جديد المنتخب التونسي يسترجع كرة قريبة من مناطق المنتخب المغربي، لكن دون استغلال على أحسن وجه. شوفوا التخريجة من نعيم السليتي إلى وهبي الخزري، لكن أسبق المدافع المنتخب المغربي رومان سايس في تفادي كرة سانحة للمنتخب الوطني التونسي في الأثناء. في الحارس منير الخجوي يتدخل أمام الكرة الثابتة المنفذة من نعيم السليتي وفراس شوات، كاختيار منطقي مقبل منتظر للإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي. الكرة بحوزة المنتخب المغربي، نبيل ذرار نشيط بالمقارنة مع الشوط الأول من الجهة اليمنى. يوسف أيت بن ناصر إلى مانويل داكوستا، خذ الشرطة القيادة بعد خروج المدافع والهداف المهدي بن عطية والمساهم في الهدف الأول مسجل من يوسف ناصيري. فيصل فجر، كرة خاطئة لصالح المنتخب الوطني التونسي، بسام السرار فيه يزم يلعب قريب من مناطق المنتخب المغربي. نعيم السليتي، نعيم السليتي، المجهود الفردي من نعيم السليتي، ونشوفوا الضغط على حمل الكرة من جانب المنتخب المغربي. أيمن بن محمد ثم الياس السخيري، الياس السخيري يسعى المنتخب التونسي للعودة والبحث على أحداث الفرق اللي كان المنتخب المغربي، والتعديل هو مسعى المنتخب التونسي. نعيم السليتي، نعيم السليتي يختار توزيع لوهبي الخزري، وهبي الخزري في مناطق جزاء المنتخب المغربي. التدخل الأخير من الدفاع، كانت كرة لقائد المنتخب التونسي، ما كانش أيضا من استغلال الكرة الأخيرة. إعادة من جديد التوزيع من نعيم السليتي إلى وهبي الخزري أمام رومان سايس، حاول رفع الكرة برومان سايس، وفي الأخير الكلمة الأخيرة لصالح المنتخب المغربي، ولا إشارة بتدخل على وهبي الخزري من رومان سايس، أو التغيير اللي حكينا عليه من جانب المنتخب الوطني التونسي. فراس شوات
ياخو مكان فرجاني ساسي اللي عاودته كانت ممتاز المنتخب التونسي شهير، قدم مردود ممتاز امام المنتخب المصري والى حد الان يغادر الميدان ولاعب هام في تركيبه وتوازن وسط الميدان. والتغيير الثاني للمنتخب الوطني التونسي، هذه واحد من الحلول اللي عند ثنائي التدريب ماهر الكنزاري ومراد العقبي بعد ما كان دخل بسام الاسرار في فراس الشوات في خطة مهاجم أول في المنتخب الوطني التونسي. نشوف بعد دخول فراس شواد كيفاش باش يصبح على الرسم التكتيكي للمنتخب الوطني التونسي. هذه كرة يرجع للكرة أسامة الحدادي يربح ضربة المخالفة، ترجع كرة بسرعة لأيمن بن محمد، يمشي بن محمد يتعدى بن محمد والمخالفة، يعطي الأسبقية الحكم ثم العودة، العودة من المفروض يعطي الإنذار لسفيان بوفال اللي كان دخل على أيمن بن محمد. أمامكم على الصورة لاعب الترجي أيمن بن محمد، هذه إعادة مرة أخرى للقطة والمسك من سفيان بوفال، لقطة كانت تستحق الإنذار. كرة ترجع والامتلاك للمنتخب المغربي، خرجها كيف ما جات مدافع المنتخب المغربي، الاستقبال من سيام بن يوسف، العودة لحارس المرمى فاروق بن مصطفى، يمشي بن مصطفى إلى ياسين مرياح، مرياح العودة لسيام بن يوسف، يقدم سيام يلعب كرة طويلة، يخرج في راس شوات لكن قبله موجود رومان سايس، وترجع الكرة مرة أخرى لرومان سايس يحطها كيف ما جات، يرجع كرة في وسط الميدان المنتخب الوطني التونسي بسام اسرار في إلى فراس شوات إلى نعيم اللاسليتي، يمشي نعيم اللاسليتي مازال محافظ على الكرة، يخرج له الحدادي على الجهة اليسرى، يخير باش يلعب الكرة في وسط دفاع المنتخب المغربي ولكن كرة مقطوعة، حذاري من الهجومات المعاكسة، الكرة والسرعة موجودة على الكرة، نوردين مرابط يوزع كرة نوردين مرابط في اتجاه وليد زارو، ما يخوهاش زارو تمشي البوفال، بوفال قدام أيمن بن محمد يتعدى ما يتعداش، كرة على الجهة اليسرى، توزيع والتدخل والركنية، الركنية للمنتخب المغربي، كرة كانت للمنتخب التونسي، لمسة مخطئة جابت هجمة معاكسة كاد يستغلها المنتخب المغربي، يمشي على الكرة فيصل فجر، أمامكم على الصورة فاروق بن مصطفى حارس الشباب السعودي وفيصل فجر في تنفيذ كرة الركنية للمنتخب المغربي، الكل في المناطق التونسية، الكل في مناطق المنتخب الوطني التونسي، فيصل فجر في لعب كرة الركنية، يضرب الكرة فيصل فجر في القائم الأول، التدخل من فاروق بن مصطفى، التدخل من بن مصطفى وقبلها ثم الإشارة من الحكم، الكرة باش ترجع للمنتخب الوطني التونسي. هي أول ركنية للمنتخب المغربي. أول ركنية للمنتخب المغربي، وممكن كيف ما قلنا احنا منتخب مغربي ما شفناهوش برشا عبد الرحمن في مباراة اليوم، ولكن الكرة اللي جاتو استغل منها هفوة للمنتخب التونسي، سجل منها هدف وإلى حد الآن الكرة ممكن ما حبتش برشا مهاجمي المنتخب الوطني التونسي، وزاد اللمسة الأخيرة هي اللي ناقصة. سيام بن يوسف شوفوا التمركز ايضا في راس شوات، ايضا بسام السرارفي، ايضا الصعود لأسامة الحدادي، تواجد كذلك وهبي الخزري ينتظر في كرات في العمق، ايمن بن محمد، ايمن بن محمد، ياسين مريح، التوزيع الى أسامة الحدادي، يتبع فيه نور الدين مرابط والتماس لصالح المنتخب المغربي، المنتخب المغربي تقريبا باربع لاعبين مع انتهاج الهجمات المعاكسه، نلقاو سفيان بوفال، وليد ازارو، وكذلك من الجهه اليمنى لاعب نور الدين مرابط، هو اشرف حكيمي معروف معناها مشجعي الريال في تونس يعرفوه جيدا، تكون في ريال مدريد اشرف الحكيمي وحاليا معار لموسمين لفريق بروسيا دورتموند في البوندسليغا الالمانيه لكره القدم، يخو مكان نبيل ذرار من الجهه اليمنى لدفاع المنتخب المغربي، كذلك نجم يلعب من الجهه اليسرى اشرف الحكيمي، عنده مواهب كبيره فرديه والى حد الان معار من ريال مدريد الى بروسيا دورتموند لمده سنتين وواكب مع زين الدين زيدان رفع كأس الأبطال الموسم الماضي في المجموعة الموسعة لفريق الريال، كذلك ثم لاعب واعد نصير المزراوي احتياطي اليوم وكان شارك أمام المنتخب الكاميروني
يوم الجمعة الماضي هو ينتمي لفريق أياكس أمستردام، كما النجم المتغيب زياش اللي كان سجل ثنائية، وللإصابة كما يونس بالهندة إلى حد الآن متغيبين وما جاوش إلى تونس للمشاركة في هذا اللقاء الدولي الودي بين المنتخب التونسي والمنتخب المغربي. وأشرف حكيمي عنده أيضا حتى الحلول الهجومية واللياقة البدنية في المعارضة للخط الأمامي سريع. المنتخب المغربي في حبك العمليات الهجومية والبحث على يوسف الناصيري صاحب الهدف الوحيد. من جديد سفيان بوفال المنتخب المغربي وكرة جانبية، شفنا السرعة في حبك الهجمات من هذا اللاعب الخطير، حكينا عليه لاعب سيلتا فيغو ساوثامبتون الإنجليزي سابقا سفيان بوفال، حاول المباغتة بالرجل اليمنى بعد تمهيد في مناطق الجزاء يمشي مباشرة للجهة اليسرى مع عكس الهجمات للمنتخب المغربي. كذلك نور الدين مرابط من الجهة اليمنى، أزارو والنصيري في محور دفاع المنتخب التونسي. هذه الوضعية الخاصة بالحلول الهجومية للمنتخب المغربي في الشوط الثاني. شوفوا يوسف أيد بن ناصر وين يحاول معناها تفادي التوغل من جانب وهبي الخزري، يسترجع الكرة المنتخب المغربي، لكن ثم مخالفة من إشارة من الحكم إبراهيم نور الدين للمنتخب التونسي. اندفاع كبير للمنتخب المغربي في محاولة لتفادي العودة لعناصرنا الوطنية. إلى حد الآن الحلول ما كانتش واضحة وناجعة ودقيقة للمنتخب التونسي، أو الصعود من جانب حمدي النجاز، لكن روما سايس ومانويل داكوستا إلى حد الآن تفاداوا كل الكرات والتوسيعات في اتجاه محور الدفاع وفي اتجاه فراس شوات أو وهبي الخزري في محور دفاع المنتخب المغربي. الهفوة من سفيان بوفال. رامي البدوي بعد قليل أيضا شهير من المنتظر باش ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية. شفنا المخالفة المرتكبة وسفيان بوفال هو صاحب المخالفة، والكرة الثابتة من تنفيذ نعيم السليتي. ثنائية ضد المنتخب المصري وكان قدم مردود ممتاز، كرة في المحور لكن عكسية، يصبح هجوم لصالح المنتخب المغربي. والسرعة قدم شوط ثاني ممتاز حقيقة نور الدين مرابط اللي خذا مكان مبارك بوصوفة. إذن الياس السخيري يغادر الميدان، ورامي البدوي هو اللي ياخذ مكانه في التشكيلة، كان حاضر في لقاء المنتخب المصري. المخالفة لنور الدين مرابط في آخر لحظة، ما كانش في التشكيلة منذ البداية شهير، ثم الإصابة مبارك بوصوفة غيرت الوضعية والاختيارات للمدرب اللي أمامكم. تجارب فرنسية عنده مزاج خاص، مدرب المنتخب المغربي إيرفي رونار، تنبيه من الحكم المصري نور الدين إبراهيم، معروف بمزاجه الخاص بتفاعله على الميدان، وتوج مرتين بالكان كأس أمم أفريقيا مع المنتخب الزامبي ومنتخب الكوت ديفوار في نهائي مشوق مع الكوت ديفوار 2015. والكرة ترجع دائما للمنتخب المغربي في اتجاه مروان داكوستا، يمشي داكوستا يرفع كرة عالية، يمشي للمنتخب الوطني التونسي مقطوعة لأيمن بن محمد، أيمن بن محمد يطلب الكرة في راس شوات، يلعب مع بسام الأسرارفي، مقطوعة كرة بسام الأسرارفي وترجع هجمة للمنتخب المغربي، كانت كرة من أشرف الحكيمي يرجعها في وسط الميدان ويرجع كرة للمنتخب المغربي في بناء هجمة جديدة يقرب أكثر من مناطق المنتخب الوطني التونسي. ترجع كرة من بوفالي للمحور إلى محور الدفاع وين موجود رومان سايس، طويلة الكرة لأشرف الحكيمي، أشرف حكيمي مازال محافظ على الكرة قدامه أيمن بن محمد، ترجع كرة دائما للمنتخب المغربي، كرة يندوب في داخل المنطقة في المنطقة ولا التدخل من الدفاع، ترجع التصويبة باهتة من دفاع المنتخب الوطني التونسي، كده تتكلفوا الهدف الثاني. والمنتخب المغربي قاعد يستغل الهفوات اللي يعمل فيها دفاع المنتخب الوطني التونسي. هذا وهبي الخزري على الصورة، ينتظر وهبي الخزري، يستنى كرة في منطقة الجزاء نجم تجيب هدف التعادل. المنتخب الوطني التونسي بعد هزيمة ضد المنتخب المصري في تصفيات الكان يلزم اليوم على الأقل يعمل نتيجة إيجابية، نعرفوا هذا ينجم يأثر على الترتيب الفيفا في الشهر القادم. قبلها كرة للمنتخب المغربي اللي يسعى لتسجيل ثاني كرة في
مناطق المنتخب الوطني التونسي. سفيان بوفال يخرج كرة للجهة اليسرى والتوزيع والكرة فوق المرمى، فوق المرمى كرة المنتخب المغربي الأخيرة. قلت أن منتخبنا بعد هزيمة ضد المنتخب المصري في التصفيات الكان ملزمش اليوم على الأقل يخرج بنتيجة سلبية، لأنه حسب ترتيب الفيفا ممكن احنا في الترتيب الاخير في الصداره قاريا و22 عالميا، المغرب خامسه قاريا و47 عالميا. يعني اذا كان نشوفوا النتائج تاع المنتخب الوطني التونسي نستناو تراجع نوعا ما في الترتيب العالمي، ونستناو بالطبيعه انه منتخبنا يحسن اكثر في الترتيب العالمي، لانه مع انتظارنا للكان القادمه كان 2019 الترتيب العالمي ينفع برشا فيما يخص القرعه وايضا ترتيب المنتخبات. ترجع الكرة حاليا بضربة مخالفة للمنتخب التونسي. هيرفي رونار كالعادة يعني مش عاجبه قرارات الحكم المصري إبراهيم نور الدين، والكرة الأخيرة كانت فيها مخالفة ترجع للمنتخب الوطني التونسي. هذا على الصورة يوسف النصيري سحب الهدف الوحيد في المباراة إلى حد الآن، 75 دقيقة لعب في المباراة، ربع ساعة لنهاية اللقاء، يلزم هدف التعادل على الأقل، يلزم نخرجوا بواحد واحد قبل دقيقة 80 علاش لا، ثم يأتي هدف الفوز. الكرة في الجهة اليمنى، يرجع الحكم يرجع الكرة ويرجع اللعبة للمنتخب الوطني التونسي، يقول كرة تتلعب من مكانها. الكرة للمنتخب الوطني التونسي او لا، قبلها ثم لاعب من المنتخب المغربي يلزم يغادر الميدان للتداوي اكثر، ممكن ثم بعض الدماء على الوجه بالنسبه ليوسف النصيري، هذا ما يخليه يغادر الميدان مؤقتا ويداوى ومن بعد يرجع للمباراه، او شيقول الحكم يخرج ومن بعد يرجع، يخرج ومن بعد يرجع، وهذه قوانين الفيفا بطبيعه. قبلها كره للمنتخب المغربي، يطلب الكره وليد هزار، ولكن قبله موجود الدفاع التونسي، ترجع الكره وهجمه المعاكسه، ما تخلطش الكره لوهبي الخزري، ما خلطتش الكره لوهبي الخزري، وترجع هجمه للمنتخب المغربي. ممتاز ممتاز هنا في الكره الاخيره اسامه الحدادي، ممتاز الحدادي يلعب الكرة الأخيرة للمنتخب الوطني التونسي، لكن عبد الرحمن ممكن كان وصلت أكثر للخزري، كان ممكن نشوفوا لقطة ممتازة للمنتخب الوطني التونسي وعلاش لا هدف التعادل. صحيح، وشفنا معناها رد فعل المنتخب المغربي شهير بهجمة جماعية والانطلاقة من أشرف حكيمي، نور الدين مرابط، يوسف نصيري، سفيان بوفال ووليد أزارو. التدخل من جانب دفاع المنتخب التونسي سيام بن يوسف أمام أشرف حكيمي مباشرة لفيصل فجر، ثم يبعد الكرة الأخيرة رامي البدوي، والاستحواذ أكثر بالمقارنة مع الشوط الأول من جانب المنتخب المغربي اللي معناها محاولته خطيرة من الجهة اليسرى، وشفنا آخر تصويبة من فيصل فجر للمنتخب المغربي والتوغل من جهة وليد الحجام، ثم وليد أزارو والحارس فاروق بن مصفى. المحاولة من جانب مهاجم المنتخب المغربي إذا ما كانوا في الشوط الثاني وليد أزارو، إذا كرة أخرى بعد تبادل بين لاعبي المنتخب المغربي وانتهت بتصويبة من وليد أزارو، وبعد قليل حسب مرة محمد دراجر من جانب المنتخب التونسي لاعب بادر بورن في الدرجة الثانية الألمانية والمعار من فريبور باش يلعب الدقائق الأخيرة للقاء في الأثناء. سفيان بوفال ومحاولات ثنائية من جانب المنتخب المغربي، ثم حمدي النجاز أمام سفيان بوفال، والكرة ترجع لصالح المنتخب الوطني التونسي. شهير تركيز المنتخب المغربي على الصعود بالكرة السريع من جهة سفيان بوفال وإعادة للتصويبة. أمامكم وليد أزارو، أكيد كنت في مصر كذلك في لقاء الأهلي والترجي، يحبذ الوضعيات وليد أزارو والتغيير من جانب المنتخب الوطني التونسي. نعيم السليتي الدقائق الأولى في المنتخب الأول شهير لمحمد دراجر اللي 2013 كان مع المنتخب الوطني الأصغر كي تعرف في كأس العالم، وكان سجل آنذاك في المشاركة في الدور الأول لمنتخب الأصغر مع المدرب عبد الحي بن سلطان، ثم انتمى لفريبور وفريبور أعاره حاليا إلى بادد بورن، وتجربة مع المنتخب الوطني التونسي وقع استدعائه كان في رحلة مصر وكان احتياطي، واليوم دقائق في اللقاء الدولي الودي
بين المنتخب التونسي والمنتخب المغربي، ودائما أسبقية للمنتخب المغربي. والكرة ترجع للمنتخب الوطني التونسي، يمشي على الكرة سيام بن يوسف في اتجاه أسامة الحدادي، حدادي يعمل بالكرة طويلة في اتجاه وهبي الخزري، ممتاز الكنترول من وهبي الخزري، مازال محافظ على الكرة ولكن ما فماش المساندة، ما فماش المساندة، هذا ما يخليه يضيع الكرة وترجع في هجمة معاكسة للمنتخب المغربي. يخلط سيام بن يوسف، يرجع الكرة لفاروق بن مصطفى، يمشي بن مصطفى يلعب بالنار، فاروق بن مصطفى في اللقطة الأخيرة يخرج كرة طويلة تمشي للتناس، كان من المفروض أنه يرجع الكرة بسرعة فاروق بن مصطفى، وترجع كرة لوليد أزارو، أزارو اللي كان عنده الكرة دائما للمنتخب المغربي، بدل كليا لأشرف الحكيمي، أشرف الحكيمي العودة للخلف في اتجاه مروان داكوستا، مازال محافظ على الكرة المنتخب المغربي، يقرب أكثر من مناطق جزاء المنتخب الوطني التونسي. أشرف الحكيمي يحاول يتعدى من الحدادي، حدادي الضغط من أيمن بن محمد، مازالت الكرة لأشرف الحكيمي، العودة للخلف دائما للمنتخب المغربي، التوزيعة في منطقة الجزاء، تدخل من الدفاع، التدخل وقبلها موجودة الراية والصفارة من حكم المباراة، المخالفة لرامي البدوي مدافع المنتخب الوطني التونسي. سيام بن يوسف يلعب كرة مع أيمن بن محمد إلى ياسين مرياح، مرياح نشوفوه يقدم أكثر لوسط الميدان بعد خروج فرجاني ساسي ودخول رامي البدوي للمحور، هذه الأمور التكتيكية بالطبيعة والتخمام نتاع المدربين بالنسبة لمباراة اليوم في الشوط الثاني. منتخبنا صحيح في الشوط الأول كان الأفضل، يمشي في راس شوات، يا أخوها شوات، كرة للمنتخب الوطني التونسي، الكرة للمنتخب الوطني التونسي، والتوزيعة ما كانتش بالامتياز المطلوب، توزيعة في راس شوات أمامكم على الصورة، ضغط فك الكرة ولكن اللمسة الأخيرة ديما ناقصة في المنتخب الوطني التونسي لحد الآن. ترجع الكرة دائما تونسية، العودة للخلف، حمدي النجاز يلعب مع ياسين مرياح، يمشي مرياح ياخذ الكرة، ياسين مرياح، العودة للخلف، حمدي النجاز، نجاز كورته مخطئة ما ياخذهاش دراجر، يرجع يمشي سيام بن يوسف، ممتازة سيام بن يوسف، كرة أولى وكرة ثانية على الكرة، ياسين مرياح ما فماش إلا مخالفة، محمد دراجر يتعدى ولا مخالفة؟ المخالفة واضحة هنا اللقطة، واضحة الصورة، ولا غضب من ملاعبية المنتخب المغربي يطالبوا أنه ثم مخالفة قبلها كانت على وليد أزارو، ولكن ما ثماش إلا مخالفة على أزارو، مخالفة موجودة على محمد دراجر لعب المنتخب الوطني التونسي، لعب بادربورن الألماني، المخالفة باش تكون في توقيت 82 دقيقة لعب، ننتظر بالطبيعة تصرف الملاعبية التونسة مع بقية مجريات المباراة، هذه الإعادة، شوف التدخل من سيام بن يوسف مرة أولى ومرة ثانية، ولكن هذه اللقطة اللي جابت المخالفة، وهنا الكرة اللي جات فيها المخالفة عبد الرحمن، واضح أنه اللقطة الأخيرة ما كان فيها شيء على وليد أزارو، في الحقيقة وليد أزارو ما نصدقوش، يعني حتى كان نشوف الكرة يعني والمخالفة ما عادش نصدقوه، هنا في تونس المخالفة موجودة للمنتخب التونسي. صحيح، معنى الحركة اللي عملها بإعاز، أنت كنت حاضر من مدربه باتريس كارتيرون، أكيد ما تمتش بسيلة بأخلاق لاعب محترف في كرة القدم، المخالفة واضحة من الظهير وليد الحجام على محمد دراجر، والحكم مشى مباشرة إلى المخالفة والإنذار للظهير الأيسر للمنتخب المغربي، كان معناها متأخر في التدخل الأخير الظهير الأيسر للمنتخب المغربي، وكرة ثابتة للمنتخب التونسي ما كانش قريب عادة مناطق المنتخب المغربي في الشوط الثاني بالمقارنة مع الشوط الأول، وعلى عكس مردود المنتخب المغربي في الشوط الثاني الكرة لصالح المنتخب الوطني التونسي، ومن جديد الظهير وليد الحجام هو اللي دخل وخرج الكرة للركنية، المنتخب التونسي يسعى للرجوع بقوة في هذه الدقائق الأخيرة، شفنا التوغل من شوات لكن الاختيار الأخير لم يكن سائب، والتخريجة لوهبي الخزري ما كانتش قوية، وهبي الخزري على مستوى القائم الأول، والتدخل كان حاسم من محور دفاع المنتخب المغربي في تفادي كرة في اتجاه سيام بن يوسف، ومرة أخرى رومان سيس، شفنا أسامة الحدادي ورومان سيس المدافع المحوري يفك الكرة من ساق سيام بن يوسف بعد تمهيد من أسامة الحدادي، ومن جديد تفطن محور دفاع المنتخب المغربي للعملية الأخيرة للمنتخب التونسي، تمهيد من وهبي الخزري على مستوى القائم الأول، ثم الكرة من أسامة الحدادي
البحث على السيم بن يوسف ورومان سايس في تفادي الكرة الأخيرة، المحاولة والحارس، الحارس منير الخشبي، الكرة الأخيرة لم تكن بالقوة المناسبة لمغالطة حارس المنتخب المغربي من جانب سيام بن يوسف. كانت كرة معناها قرأت جهة وسهلة لحارس المنتخب المغربي والمنتمي لمالاغا الإسباني. ما شفناش برشا وهبي الخزري إلى حد الآن، بسام السرفي بعيد على مناطق الجزاء للمنتخب المغربي. نور الدين مرابط يلعب عالي المنتخب المغربي في هذه الدقائق الأخيرة، يوسف النصيري لكن قبله أسامة الحدادي، الإضافة من أشرف حكيمي في أثناء التغيير. هذا هو نصير المزراوي اللي حكيت عليه، لاعب أياكس أمستردام من أبرز اللاعبين كذلك في الشامبيونز ليج. بشيخ ومكان نور الدين مرابط اللي بدوره قبل انطلاق المباراة خذا مكان مبارك بوصوفة، هو كذلك ظهير، بشوفوه وين باش يلعب. نصير المزراوي اللي كان حاضر في لقاء المنتخب المغربي والمنتخب الكاميروني، من المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، ولعب تشامبيونز ليج وسجل هدفين في كأس الأبطال رغم صغر سنه. معنا في مباراة المنتخب الكاميروني شهير، لعب من الجهة اليمنى للدفاع وأشرف حكيمي من الجهة اليسرى. والكرة ترجع للمنتخب المغربي، تعويض كان دخول كيف ما قلنا منذ قليل. تتواصل الكرة ويتواصل لاعب للمنتخب الوطني التونسي وهبي الخزري، الخزري على الكرة ما ياخوهاش، يرجع وياخوها من جديد إلى حمدي النكاز، يخرج له محمد دراجر، دراجر ممتاز ياخذ الكرة في اتجاه بسام الأسرار، في ترجع دراجر والمخالفة، المخالفة، التشنج من لاعبي المنتخب المغربي في اللقطات الاخيره. يعني كل كره يحاول المنتخب الوطني التونسي يعكس بها الهجمه، لو تلقى المخالفه لو تلقى تدخل من لاعبي المنتخب المغربي. هنا الاشاره مره واحده مره اخرى والانذار لوهبي الخزري بعد لقطه اخيره، والارجاع الكره كان من لاعب المنتخب المغربي هو اللي استفز وهبي الخزري. في الحقيقه امامكم على الصوره وهبي الخزري يلعب الكره بسرعه، ما توصلش لحمدي النجاز، قبلها كرة للتماس، الكرة للتماس يمشي بسرعة يلعب الكرة وهبي الخزري بنفسه في اتجاه حمدي النجاز، ترجع للخزري من جديد، الخزري في منطقة الجزاء، كرة للأسرار في كرة التعادل، التوزيعة وترجع من الدفاع، ترجع من دفاع المنتخب المغربي. اللحظات الأخيرة في هذا الشوط الثاني، اللحظات الأخيرة في المباراة، كرة لأيمن بن محمد، أيمن بن محمد نزلت كرة المنتخب الوطني التونسي، يخرج شوات لكن قبله موجود الحارس منير المحمدي. الكرة كانت ممتازة للمنتخب الوطني التونسي، ضغط في مناطق جزاء المنتخب المغربي ولكن التوزيع الأخير أسبق إلى حارس المرمى اللي عنده الكرة حاليا، يرجع كرة كيف مجاد، الاستقبال من سيام بن يوسف بالراس لأيمن بن محمد إلى ياسين مرياح، يمشي شوات ما يخوش الكرة، شوات ترجع للمنتخب التونسي، يمشي على الكرة سيام بن يوسف، يرجع لفاروق بن مصطفى، طويلة كرة فاروق بن مصطفى، يمشي دراجر ياخوها بالراس دراجر، ولكن وسط الميدان كله للمنتخب المغربي تقريبا في اللحظات الأخيرة. الضغط يفتك الكرة محمد دراجر دون ارتكاب الخطأ ياسين مرياح، يلا يا مرياح كرة بسرعة للمنتخب الوطني التونسي في اتجاه سيام بن يوسف، بن يوسف أيمن بن محمد، أيمن بن محمد يعمل المراوغة ما يتعداش، ترجع الكرة مقطوعة في اتجاه المنتخب الوطني التونسي لوهبي الخزري، والتماس لحظات أخيرة يحاول من خلالها عبد الرحمن المنتخب الوطني التونسي الوصول للمرمى المغربي، ولكن شوف هنا الخبرة تاع مدرب أنه حتى يكسر اللعب بتعويض خروج سفيان بوفال دخول كريم الأحمدي، يعرف هنا أنه لحظات أخيرة ينجم يرجع فيها المنتخب الوطني التونسي، ولكن هاتي يقول لك انكسر اللعب تغيير ونخلي الانتصار المؤقت حاليا للمنتخب المغربي. صحيح، ولاعب فكاك هو كريم الأحمدي المحترف في فريق اتحاد جدة السعودي، انتمى سابقا لفيرنورد الهولندي أستون فيلا، معناها تجارب كبيرة لكريم الأحمدي اللي كان حاضر مع المنتخب المغربي منذ 2008، كان حاضر في كأس العالم، هو لاعب ايضا يلعب متوسط ميدان وبامكانه استرجاع الكره وتفادي الكرات في محور دفاع المنتخب المغربي. في اثناء المنتخب الوطني التونسي لم يتمكن من التعديل والعوده في اللقاء، وشفنا اخر
اخر فرصه بعد ركنيه من جانب وهبي الخزري، تمهيد من اسامه الحدادي والكره ما توصلش الى سيام بن يوسف بعد التدخل من روما سايس المدافع المحوري في اثناء المنتخب المغربي، يركز برشا على وليد ازارو وقبلها كان مع يوسف الناصيري صاحب الهدف الوحيد في اثناء العمليه الفرديه من محمد دراجر، والتدخل من جانب اشرف حكيمي هو التوغلات للمنتخب المغربي للاعب ريال مدريد المعار لفريق بوروسيا دورتموند، محمد دراجر الى ايمن بن محمد ثم اشرف حكيمي والمخالفه من مدافع البوندسليغا حاليا واللي يلعب مع فريق بوروسيا دورتموند. اذا حمزه المثلوثي بعد قليل بشيخ ومكانه في التشكيله الاساسيه، وكذلك وليد القروي من جانب المنتخب الوطني التونسي. اذا ايمن بن محمد يغادر الميدان، مردود غزير شهير لأيمن بن محمد سواء كان ذلك أمام المنتخب المصري أو اليوم، وحمزة المثلوثي نفس معنى الخطة مع حمدي النجاز. تغييرات الثواني الأخيرة للوقت القانوني مشاهدينا الكرام، والأسبقية دائما للمنتخب المغربي المحرزة مع نهاية الشوط الأول، كانت مخالفة وتصويبة من مهدي بن عطية والتسييم ليوسف النصيري في أثناء الأحمدي للمنتخب المغربي، الأحمدي اللي خذا مكانه منذ قليل، والمنتخب التونسي بسرعة يسترجع الكرة أملا في العودة في اللقاء والتعديل لما لا حتى في الوقت البديل. وآخر محاولة كانت من تصويبة مش قوية من سيام بن يوسف وهبي الخزري ثم ياسين مرياح إلى رامي البدوي، وهكا ينجم كذلك حتى سيام بن يوسف كرامي البدوي في المحور يصعد مع الكرات الثابته للمنتخب الوطني التونسي لكره القدم. نشوفوا المنتخب المغربي ينتظر المنتخب التونسي ويسعى لتفادي الكرات انطلاقا من يوسف ايت بن ناصر. اذا نعيش الوقت البديل للقاء بعد بالطبع المحاولات من جانب المنتخب الوطني التونسي. وهبي الخزري يضيع الكره الاخيره وامكانيه العكس الهجمات لوليد ازارو والمنتخب المغربي فاروق بن مصطفى، أسامة الحدادي، سيام بن يوسف ثم المخالفة لصالح المنتخب الوطني التونسي، والكرة ترجع بمخالفة للمنتخب الوطني التونسي. دقيقة ونصف الوقت البديل، دقيقتين ونص على نهاية المباراة والمواجهة. إذا كان المنتخب المغربي ينتصر اليوم فإنه أول انتصار لي في ملعب رادس إلى حد الآن. كرة للمنتخب الوطني التونسي، تخريج الكرة ولكن غير موجودة المساندة، الكرة ترجع للمنتخب الوطني التونسي دائما بسام الأسرار في يتعدى أسرار في ممتاز أسرار في مازال محافظ على الكرة تونسية، توزيعة في منطقة الجزاء، ضاع الهدف، ضاع هدف فتعادل على المنتخب الوطني التونسي، ضيعها محمد دراجر كاد يكون هدف التعادل. شوف الكرة ولا التوزيعة الرأسية من فراس الشوات غلطة الحارس، ولكن دراجر ما يخلطش على الكرة. عبد الرحمن شوف هنا الكرة والإعادة مرة أخرى، كان ممكن أنه دراجر يستغل الموقف ويسجل هدف التعادل. صحيح، وكان يدخل من الباب الكبير في تقمصه لزي المنتخب الأول، كان معناه في وضعية وجه لوجه مع الشباك وكرة اخترقت كامل دفاع المنتخب المغربي وأبرز فرصة للتعديل من جانب عناصرنا الوطنية في هذا الوقت البديل للقاء الدولي الودي بين المنتخب التونسي والمنتخب المغربي. لكن أكيد استنتاجات كبيرة في مباراة اليوم، في مباراة في قيمة منافس كما المنتخب المغربي لقادم الاستحقاقات، أكيد لقاءات ودية أخرى سنة 2019 لتحذير الكان، والمهم معناها المحافظة على هذا الرصيد واختيارات اخرى صائبه باش يكون المنتخب التونسي معناه في وضعيه مناسبه وبحظوظ كبيره في الكان المقبل اللي باش يدور في شهر جوان المقبل. واكيد معناها المهمه باش تكون صعبه المنتخب التونسي باش يحاول اكيد تجاوز الربع النهائي كما مسابقه 2017. أكيد أنه المنتخب الوطني التونسي بالملاعب اللي عنده ببعض التعزيزات أيضا وباختيار مدرب يكون كبير للمنتخب الوطني التونسي في الفترة القادمة، يكون اسم أجنبي على الأقل عنده وزنه، عنده اسمه وعنده وزنه، هذاك علاش المنتخب الوطني التونسي يلزم يكون موجود في الكان القادمة بامتياز كبير ويرجع لنا الفرحة نتاع الأيام زمان بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. هنا الكرة ترجع بتماس للمنتخب الوطني التونسي أو مخالفة
مخالفة يقول الحكم المصري إبراهيم نور الدين. نرجع الكرة بسرعة في اتجاه الحدادي، وزع الحدادي كرة في منطقة الجزاء، نرجع للمنتخب المغربي مازال الامتلاك، المنتخب التونسي التدخل وتخرج الكرة، العودة بكرة كيف ما جات، فيصل الفجر على الكرة حمزة المثلوثي، يقطع الكرة ممتاز حمزة المثلوثي، والحكم إبراهيم نور الدين ينهي المباراة، ينهي المواجهة الودية بين المنتخب التونسي والمنتخب المغربي بانتصار المغرب 1-0. هدف يوسف النصيري دقيقة 41. مباراة أخرى بعد المباراة هنا بين أشقاء بين تونس والمغرب، ما يلزمش تصير ممكن الأمور هذه يا عبد الرحمن. صحيح ما يلزمش هكا، زوج منتخبات أشقاء، لقاء ودي أكيد، الأدرينالين طالعة معناها التشنج واضح، حب الانتصار وأكيد قيمة حتى الرهان.